القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. منذ أن أحيل على المعاش قبل 3 أعوام، دأب برنار كورياك وزوجته كاترين على القيام برحلات إلى بلدان إفريقية عديدة. كان ذلك من أحلامهما القديمة. في العام 13 2000 قصد إلى إيطاليا، ومنها ركب باخرة نقلتهما إلى تونس. وعلى متن الكامبينج كار التي اقتنيا في السنة ذاتها التي أحيل فيها على التقاعد، جال عبر البلاد وزار المواقع الأثرية والمدن التاريخية. ثم إنهما قررا بعد 10 أيام الدخول إلى الجزائر. قال برنار لزوجته إنه ينوي التوجه إلى مالي بعد ذلك، وكان الزوجان قد تعلما كلمات من العربية يستعملانها كلما أرادا إلى تقريب المسافة بينهما ومخاطبيهما من سكان المناطق التي يعبرانها، وكان يحرصان على اقتناء ما يصادفانه من المنتوجات المحلية من مأكل أو منتوجات يدوية محلية يجعلونها تذكارات للمناطق التي يعبرانها. وكان برنار الذي اشتغل أستاذا لمادة التاريخ لأكثر من 30 عاما أكثر حرصا من كاترين زوجته على اقتناء تلك التذكارات التي يفضل من بينها ما يحيل على خصوصيات الأمكنة والناس. في هذه الحياة الجديدة لبرنار وكاترين لم يكن ما يجعلهما في نظر سكان المناطق التي يمران منها يختلفان عن سياح كثيرين ممن يستعملون الكامبينج كار سكنا وركوبا. في شتنبر من العام 13 2000، في 18 منه، كان برنار وكاترين كورياك في طريقهما من القصرين إلى فريانا يريدان إلى تبسة، وكان قد زار العديد من المدن والمواقع التاريخية في الجنوب التونسي. اجتاز الحدود بعد إجراءات معقدة وقرر التوقف في تبسة. كانت كاترين مترددة بل متخوفة من عبور الأراضي الجزائرية، ومع ذلك وحتى لا تقتل حب المغامرة في نفس زوجها وافقت على العبور من هناك. كانت الشمس قد مالت إلى المغيب لما فرغ من الإجراءات الإدارية، ولذلك قرر أن يبيت في أطراف تبسة. وبينما كانت كاترين بصدد إعداد قهوة المساء، أخرج برنار خريطته وصار يدقق النظر فيها، يريد أن يرسم مسار ومحطات رحلة الجنوب الجزائري. حدد الوادي محطة ينتهي فيها يوم غد. قال لكاترين إنهما سيمران من بير العاتر ومن نيجرين وطالب العربي. كانت تلك أسماء نقط في مسارهما لم يسبق لهما أن زاراها. حاول برنار البحث عن معلومات في كراسة كان قد اشتراها من فرنسا من مدينة تولون، ولكنه لم يجد ما يستحق التوقف عنده وترك الأمر، وقال في نفسه إنه سيرى وإنه ربما اكتشف أشياء تستحق الاهتمام. كان طبع الرجل السبعيني التفاؤل، كانت زوجته تذكر ذلك كلما تحدثت عنه. انطلق قبيل الشروق. عربة الكامبينج كار التي تحملهما ومتاعهما ومع كل ذلك سنوات عمرها 20 تمشي الهوينة على الطريق. توقف في كل المحطات التي مر منها، وكان يلاحظان ذلك الاستغراب والدهشة التي تظهر على الوجوه التي صادفاها. وصل عصرا إلى الوادي وقرر المبيت هناك. تجول في المدينة متبعين المحاور الطرقية الكبرى، ثم ركن عربتهما بجوار محطة للوقود. قال برنار لامرأته إن عليهما أن يأخذا من الراحة ما يكفي، لأن المحطة المقبلة لن تكون سهلة. في سبتمبر لا تزال الحرارة مرتفعة. مساء ذلك اليوم قال إن عليهما أن يبلغا غردايا قبيل المغرب. أسر إليها بأنهما سيتوقفان في كل المدن والقرى التي سيمران منها.
في توجورت أمضي بضع ساعات ولم يغادر إلا بعد أن تناول وجبة الغداء. خاطفة كانت الجولة في بليدة عمور، ومر من القطارة وبريان، وصل غرداية مساء. في اليوم التالي في الطريق إلى عين صالح لم يتوقف سوى في المنيعة. قرر بغنا وزوجته أن يمكث يومين في عين صالح، عليهما أن يأخذ قسطا من الراحة ويستكشف ما يتاح استكشافه من هذه المدينة. كان الرجل وزوجته أيضا يحبان التواصل مع الناس في المناطق التي يحلان بها. في مقهى على الشارع الرئيس في عين صالح جلس بغناغ وكاترين يريدان تناول كأس شاي. لم يكن في المقهى سوى زبونين أو ثلاثة. جاء النادل ووقف على بعد خطوة واحدة. لعل بغناغ أراد أن يظهر له أنه يعرف العربية بما معه من كلمات، طلب شايا له ولزوجته. ابتسم النادل لعله عجب لسماعه ذلك الفرنسي يتحدث العربية، وما لبث أن انصرف. التفت بغناغ إلى زوجته وابتسم. الجو شديد الحرارة والشارع يبدو شبه مقفر. انقضى من الوقت ما يقرب من نصف ساعة لما جاء النادل يحمل كأسي شاي، وضعهما على الطاولة. حديث بغناغ بالعربية شجع النادل فيما يبدو على الحديث إلى السائح الفرنسي بلا حواجز. قال له إن اسمه عباس. ضحك ثم انحنى على الطاولة وصار رأسه الملفوف بعمامة زرقاء بمحاذاة رأس بغناغ. قال له: ألم تنتبه؟ وقبل أن يسأله الفرنسي أضاف: معنا ابن عم لك. قالها ثم ضحك من جديد. ما قاله أثار فضوله، أراد أن يتعرف على ابن العم الذي تحدث عنه النادل. لعله لم يغب عن ذهنه أن عباس النادل كان يقصد سائحا أوروبيا أو فرنسيا على وجه التحديد والدقة. التفت إلى الجهة التي أومأ إليها النادل عباس، في الزاوية وحيدا يجلس رجل لباسه كلباس عموم الناس في عين صالح. العمامة الزرقاء التي على رأسه لا تجعله مختلفا، كذلك يبدو عن بعد. نهض من مكانه وتقدم إلى حيث كان يجلس الرجل الذي التفت لما أحس به يقترب منه. إذ ذاك فقط اكتشف بغناغ الملامح الأوروبية للرجل. بعد اعتذار بكلمات تدفقت من فمه متسارعة، سأله إن كان فرنسيا. بلا تردد أكد الرجل أنه من تولوز وأن اسمه أوليفيي. صافحه بغناغ بحرارة. كان النادل يقف غير بعيد وهو يتابع هذا اللقاء. دعاه بغناغ إلى أن يتقاسم معه وزوجته طاولتهما. كان في الثلاثين وقد علم منه أنه عائد من جولة قادته إلى السنغال وغامبيا وموريتانيا ومالي. قال إنه يسافر وحيدا وإنه يريد العودة إلى فرنسا. في نبرته ما يشي بأنه يستشعر إحراجا. بحدس الأستاذ بدا لبغناغ أن الرجل يواجه صعوبات مادية، وأنه ربما لا يملك ما يكفي من مال لإتمام سفره إلى فرنسا. قال الشاب إنه أنهى دراسته منذ عامين وإنه حاصل على ماستر في الفيزياء. ثم إنه حدثهما عن محطة مالي في رحلته الإفريقية الطويلة، وكان ذلك ما يهم بغناغ وكاترين. أليس مالي وجهتهما التالية؟ قدم بغناغ بعض المال إلى مواطنه الفرنسي لمساعدته على إتمام رحلة عودته إلى فرنسا، وادعاه على أمل لقاء قد يتم يوما ما هناك في فرنسا. أمضي يوما آخر في عين صالح، وفي اليوم التالي بعد أن تناول فطورهما غادر المدينة. قال بغناغ إن المرحلة الجديدة من سفرهما في الجزائر ستكون الأطول قبل دخول مالي. صمت قليلا ثم أضاف أن عليهما أن يكونا حذرين، فقد يعترض سبيلهما إرهابيون أو قطاع طرق. لم تعقب كاترين على ذلك، تعلم أن رحلتهما كلها مغامرة. كانت بلدة أولف أول تجمع سكني صادفاه. أثناء الطريق عاد الزوجان إلى الحديث عن أوليفيي
ذلك الفرنسي الشاب الذي التقياه في عين صالح. قال بيرنار إنه كلما تمعن قصة أوليفيه ساورته شكوك في حقيقة ما حكاه. صحيح أنه تعاطف معه وقدم له بعض المال، ولكنه في قرارة نفسه يظن أن ذلك الشاب ليس وحيدا، أو هو كذب حين قال إنه يريد العودة إلى فرنسا. كانت كاترين تتأمل المدى حتى خيل لبيرنار أنها لا تسمعه، ولكنها فاجأته بأن قالت له إنها أيضا تظن أن ذلك الشاب يخفي أمرا. انتهى حديثها عنه عند ذلك الحد. على مدى يوم ونصف اليوم ظلت عربة الكامبينغ كار تلتهم الإسفلت الذي يسلك بحرا من الرمال والصخور. توقف في رجان، هناك أمضي الليل. في الصباح باكرا وقبل أن تلهب الشمس الهواء انطلق يريدان إلى تيمياوين، تناوبا على سياقة الكامبينغ كار، لا يريدان التوقف قبل تيمياوين. لما وصلاها كانت الشمس قد غابت منذ ساعتين. ليس في تيمياوين الكثير مما يمكن استكشافه، ولذلك عجل بالرحيل في الصباح وأخذ وجهة برج باجي مختار. وقبل أن يصلاها عبر الحدود إلى الخليل، وكانت البلدة الأولى التي صادفاها بعد أن دخل مالي. بعد 4 أيام وصل إلى مدينة تامبوكتو التاريخية. كان هناك الكثير مما أسر اهتمام بيرنار أستاذ التاريخ المتقاعد. الطريق إلى باماكو مكنتهما من اكتشاف الكثير في مالي، ولكن الحياة في باماكو والعاصمة تبدو مختلفة. سريعاً لاحظ وجود أجانب كثيرين، ومنهم بل لعل أكثرهم من الفرنسيين. بعد جولة استكشافية ركن سيارتهما في موقف على ضفة نهر النيجر. قالت كاترين إنها مدينة جديرة بالاستكشاف. في اليوم التالي وجد مكاناً لركن الكامبينغ كار لعدة أيام، وكذلك أنزل دراجتيهما الهوائيتين للتجول في المدينة وسبر خبايا أحيائها. سارا يترددان على الأسواق ويعبران دون أن يثير الانتباه ويرتادان المقاهي، وكانا لا يخفيان ارتياحهما للأجواء العامة. وذات صباح بينما هما يتناولان فطورهما في مقهى في شارع بوانكاري، لفت انتباههما مرور أوليفيه، ذاك الفرنسي الشاب الذي التقياه في عين صالح في الجزائر، والذي قال إنه يريد العودة إلى فرنسا. التفت بيرنار إلى زوجته وقد فتح عينيه حتى جحظتا. أليس ذاك الشاب هو أوليفيه؟ لا أشك في ذلك، إنه هو، قالت كاترين، إنه هو. ولكن ألم يقل إنه يريد العودة إلى فرنسا؟ ما الذي جاء به إلى باماكو؟ أرى أن ظنوني كانت في محلها، أظن ذلك. عدا اسمه أوليفيه، ذاك الذي قال لهما إنه اسمه، وعدا ما قاله من أنه من تولوز وأنه أنهى دراسته قبل 2 وأنه حاصل على الماستر في الفيزياء، عدا ذلك لم يكن بيرنار وكاترين يعرفان شيئا آخر عنه، بل إنهما يظنان أنهما لا يعرفان عنه شيئا. لقد كذب حين قال إنه يريد العودة إلى فرنسا. ولكن ما الداعي لديه كي يكذب؟ كان ذاك سؤالا يحير بيرنار كورياك، وقد هم بالجري وراءه ليدركه، ثم تراجع واستقر على كرسيه. قال لنفسه إنه حتما سيصادفه في مكان ما من باماكو. عم طاولتهما صمت لعدة دقائق، ولم تكن كاترين قل استغرابا من زوجها لهذا الظهور المفاجئ لذلك الشاب الذي قال إنه فرنسي يدعى أوليفيه. ثم إنها التفتت إلى بيرنار مبتسمة ببعض اللؤم، وضعت كفها على كفه وقالت: حبيبي، هي قصة أظنها ستكون شيقة، ولدينا من الوقت في باماكو ما يكفي لاتباع بعض خيوطها إذا لم يتسن لنا الإحاطة بكل خباياها. نظر في عينيها بتركيز، حرك رأسه موافقا وتبسم. لن ينسى بيرنار كورياك وزوجته كاترين تلك الرحلة المغامرة التي قام بها إلى مالي في العام 2013.
كانت مغامرة حقيقية انطلق فيها بعد أن زار تونس وتنقل بين جهاتها الأربع، ثم بدا لهما أن يتوجها إلى مالي عبر الجزائر. كلما أتيا على المسار الذي سلكاه كانت كاترين تردد بأنها تصلي كلما ذكرت الطرق التي سلكاها في الجنوب الجزائري. في عين صالح وكان يهمان بالانطلاق إلى الحدود بين الجزائر ومالي، التقيا شابا فرنسيا بدا لبغناغ وكأنه بحاجة إلى مساعدة مالية. قال لهما إن اسمه أوليفيي وإنه بعد أن قام برحلة طويلة إلى السنغال وموريتانيا ومالي يريد العودة إلى فرنسا إلى مدينته تولوز. ودعاه في عين صالح بعد أن قدم له بغناغ بعض المال ليكمل طريقه. يومين أو ثلاثة أيام بعد وصولهما إلى باماكو عاصمة مالي وقد راقتهما فضاءاتها، فوجئ بذلك الشاب أوليفيي يمر من أمام المقهى الذي يجلسان فيه. كانت مفاجأة حقيقية، وكان ظهوره حيث لم يكن متوقعا مما عزز شكوكا كان بغناغ قال إنها تساوله حول حقيقة ذلك الشاب الذي صادفاه في الجنوب الجزائري. بالنسبة لكاترين هي قصة ترى أن اتباع خيوطها سيكون مسليا. لم يكن بغناغ ولا زوجته كاترين يشكان في أنهما سيصادفان ذلك الشاب أوليفيي في مكان ما من باماكو، وقد صارا يرتادان أكثر الأماكن التي يتواجد بها الأجانب الفرنسيون خاصة. ولكنهما على مدى أيام تخطت الأسبوع لم يصادف أوليفيي. كان بغناغ في كل يوم يمر دون أن يصادف ذلك الشاب الفرنسي يلوم نفسه لأنه لم يلتقط معه صورة حين التقوا في عين صالح. كان يريد أن يسأل عنه الفرنسيين الذين صادفهم في المقاهي والمطاعم وفي الفضاءات التي ارتادها، ولكنه لم يجرؤ، ولعله خشي أن يسخر منه إن هو سأل عن أوليفيي الذي لا يعرف له اسما عائليا. أحجم عن السؤال وفضل أن ينتظر أن تأتي به الصدفة كما أتت به في عين صالح وكما ظهر صدفة في شارع بوانكاري. التنقل عبر شوارع باماكو بالدراجات الهوائية يتيح الدخول إلى الأماكن التي لا تبلغها السيارات واكتشاف ما وراء الشوارع الرئيسة. وكان بغناغ وتوافقه الرأي زوجته يرى أن فرصة العثور على أوليفيي تكون أكبر بالتنقل عبر الشوارع المتوارية. في 2 نوفمبر بينما كان بغناغ وزوجته يتناولان وجبة الغداء في أحد المطاعم الشعبية في زنقة داكار، رأياه يدخل المطعم. لا يكادان يصدقان، ها هو يظهر من جديد، لعله لم يرهما. قام بغناغ من مكانه وناداه: أوليفيي، أوليفيي، ولكنه لم يلتفت إليه، قد لا يكون سمعه. كذلك قدر بغناغ الذي واصل التقدم نحوه: أوليفيي، أوليفيي، لم يلتفت بالرغم من أنه يكاد يمسك به من قميصه. تساءل إن كان الرجل شبيها لأوليفيي الذي التقاه في عين صالح، ثم بعد أن تردد قليلا أمسك به من قميصه. التفت الشاب إليه، لم يعد يخامر بغناغ أي شك، إنه هو. نظر في عينيه وهو يبتسم: هل تذكرني؟ تأمل الشاب وجهه ولعله هم ليقول بأنه لا يعرفه، ولعل بغناغ أحس بذلك فبادره: أنا بغناغ، لقد التقينا قبل أسابيع في عين صالح في الجزائر، هل تذكر؟ آه نعم، الآن تذكرت. لم يتوقع بغناغ أن يتعامل معه أوليفيي بذلك البرود، ألم يساعده حين كان محتاجا؟ ثم لماذا لم يجب لما ناداه باسمه أوليفيي؟ كل ذلك يذكي لديه شكوكا جديدة. دعاه إلى طاولته حيث تجلس كاترين، ولكنه اعتذر وقال إنه على موعد مع شخص آخر. وكذلك لم تتح لبغناغ الفرصة ليسأله عن سر عودته إلى مالي بعد أن قال إنه عائد إلى فرنسا. عاد إلى زوجته وحكى لها كل شيء. رفعت بصرها نحو عمق المطعم فرأته جالسا مع رجل خمسيني ملامحه أوروبية.
قالت إن وراء أوليفي أسرارا وقضايا فيما يبدو. نهض برنار وتبعته كاترين يريدان مغادرة المطعم. سدد فاتورة الغداء وخرجا. ركب كل واحد منهما دراجته وانطلقا. سريعا انسكبا في جادة الأمة أفنو دو لا ناسيون. في المرآة العاكسة انتبه برنار إلى أن سيارة حمراء تتبعهما منذ فترة، وأن صاحبها لم يتجاوزهما ويبدي إصرارا على أن يظل خلفهما. ثم لما هم بدخول الزنقة 309 انطلقت السيارة مسرعة فجأة، وأراد سائقها أن يدهس برنار الذي كان متوجسا من وجودها خلفهما. قفز من دراجته واندفع يتدحرج على الرصيف. دهست السيارة الحمراء دراجته، سمع هيكلها ينكسر، ثم واصلت السيارة المجنونة سيرها في الأفينيو دو لا ناسيون. جرى نحوه بضعة أشخاص من المارة. ظلت كاترين واقفة مذهولة. لم يصب برنار سوى ببعض الكدمات السطحية. نهض من مكانه، نظر إلى دراجته، لقد صارت أشلاء مفتولة. بعد انتظار استمر نحو نصف ساعة، سمع من بعيد مزمار سيارة الشرطة. أخذت أقواله وسجل ما حدث في خانة حوادث السير العادية. عاد الزوجان إلى حيث يركنان سيارتهما. كانت تلك الحادثة أسوأ ما حدث لهما منذ أن بدأ رحلتهما. في العربة قال برنار لزوجته إنه يخشى أن يكون مستهدفين. قال لها إن تلك السيارة الحمراء، تلك التي حاول سائقها دهسه، كانت تتبعهما منذ أن خرجا من المطعم. ولكن لماذا يستهدفان؟ لم يكن لدى أي منهما جواب شاف. في اليوم التالي بينما هما يتمشيان على ضفة النهر ظهر لهما أوليفي. قال برنار لزوجته إن عليهما أن يتجاهلاه كما تجاهلهما من قبل، ولكنه قصدهما، بدا وكأنه كان يبحث عنهما. لما اقترب ورأى الكدمات التي على وجه ومرفق برنار سأله متظاهرا بقلقه حيال الذي حدث له. صمت برنار قليلا ثم قال له إنه تعرض لمحاولة دهس بسيارة، وإنه لا يعلم سببا لذلك ولا يعرف شيئا عن الشخص الذي قام بتلك المحاولة. اكتفى أوليفي بتذكيره بضرورة أخذ الحيطة، لم يضف شيئا وانصرف. بالنسبة لبرنار لم يكن ظهور أوليفي في طريقهما على ضفة النهر صدفة، لا شك أنه سعى إلى هذا اللقاء. أبعد من ذلك أسر برنار لكاترين زوجته بأنه يشك في أن يكون أوليفي وراء محاولة الدهس. واصل سيرهما على ضفة النهر، ولما اقتربت ساعة الغروب جلسا إلى طاولة مقهى، وبينما هما يحتسيان قهوتهما وقف عندهما رجل بدا لهما ماليا ذا بنية قوية. هل أنت السيد كورياك؟ نعم، من أنتم؟ أنا من الأمن، وأرجو أن ترافقني إلى مركز الشرطة القريب. رافقته زوجته وتبع الرجل. على بعد أقل من 200 متر يوجد مقر مفوضية الشرطة، وقد ظن برنار أن رجل الشرطة جاء يطلبه في شأن محاولة الدهس التي تعرض لها. لما وصل إلى المفوضية وأدخل مكتبا ظن أنه مكتب الرئيس، فوجئ بوجود أوليفي هناك. كان يبدو شاحبا، وقد استغرب لذلك التبدل الذي طرأ على سحنته. نهض الضابط الذي كان يجلس خلف المكتب. على صدر قميصه ميداليات وعلى كتفيه نياشين. السيد برنار كورياك؟ نعم سيدي. هل تعرف لما استدعيناك؟ لا سيدي، لا أدري على وجه التحديد. دعاه وزوجته إلى الجلوس على كرسيين متقابلين ثم استأنف حديثه. لن ندعك تنتظر طويلا، لا أظنك تشك في أننا نعرف كل تحركاتك منذ وصولك إلى باماكو، وليس لدينا ما نؤاخذك به غير أن معرفتك بهذا الرجل. وأشار إلى أوليفي الذي كان يقف في زاوية المكتب وإلى جانبه رجل شرطة، تدفعنا إلى أن نسألك عن ذلك.
كان برنار يصغي باهتمام إلى ما يقوله الضابط وعليه أن يجيب، وحكى كيف التقاه للمرة الأولى في عين صالح هناك في الجزائر، ووصف الظروف التي كان فيها ذلك اللقاء، ثم ذكر كيف فاجأه وجوده في باماكو بعد أن أبلغهما هناك في عين صالح بأنه يريد العودة إلى تولوز مدينته في فرنسا، وكيف حاول التهرب منهما لأسباب قال برنار إنه لا يعرفها ولا تعنيه بأي حال من الأحوال. قال الضابط بصوت رخيم إن هذا الرجل متورط في جريمتي قتل في فرنسا مقرونتين بالسرقة، وإن مصالح الأمن الفرنسية أصدرت مذكرة دولية لتوقيفه. صمت الضابط قليلا وأضاف: يا سيد كورياك، إن هذا الذي يزعم أن اسمه أوليفييه إنما اسمه الحقيقي باتريس بلونشار، وهو الذي دبر محاولة الدهس بالسيارة التي تعرضت لها قبل 3 أيام. لم يدع له الضابط مجالا لتساؤل آخر، وقال له إنه كان يشك في أنك مخبر للشرطة الفرنسية وإنك كنت تتقفى أثره. التفت برنار نحوه، لم يجرؤ على النظر في عينيه، كان ينظر إلى أرضية المكتب. تم تحرير محضر رسمي، وطلب من برنار وزوجته أن يوقع عليه، ما أن فعل حتى نهض الضابط من جديد من كرسيه وقال لهما: أتمنى لكما مقاما طيبا في باماكو. يمتلك الدكتور مانويل ديل بوسكي شقة في بني كاسم أو بني قاسم على الساحل المتوسطي لإسبانيا، وقد تعود الطبيب الذي يمتلك عيادة في بلنسية على التوجه إلى بني قاسم لتمضية عطل نهايات الأسابيع أو العطل الصيفية. لم يتزوج الدكتور مانويل قط، وإن كان اتخذ خليلات كثيرات، وهو في 55 لم يكن مطروحا لديه أي مشروع زواج. يذكر أن مارغاريتا دي لا كلارا تلك الأندلسية القادمة من قرطبة كانت أكثر من تعلق بهن، تعرف عليها في صيف العام 2000 وافترق 3 سنوات بعد ذلك. كانت مارغاريتا تريد تتويج تلك العلاقة الغرامية الملتهبة بالزواج، ولكن مانويل لم يكن لديه مشروع زواج. في العام 2006 في شهر غشت كان الدكتور مانويل في بني قاسم ككل صيف. السمر يحلو في حانات بني قاسم، والنسيم يمنح الليالي امتدادا إلى مطلع الفجر. وكذلك عاد مانويل متأخرا إلى شقته في فجر 16 من غشت من العام 2006، لعله أفرط في تناول المشروبات الكحولية، ولكنه ظل متماسكا. كان شارع كاستيون الذي اصطفت على رصيفيه الأشجار يمتد تحت أضواء خافتة. الساعة تقترب من 4 فجرا، تكاد تنعدم الحركة. ربما رأى مانويل من بعيد زوجا من العشاق يتهادى، ليس في الأمر ما يستوقف انتباهه. فتح باب العمارة، في مدخلها مرايا تغطي الجزء الأكبر من الجدران، نظر إليها فرأى نفسه ولعله ابتسم، ثم تقدم نحو باب المصعد. يبدو له الآن قريبا سريره في تلك الشقة التي تقع في الطابق 3. ضغط على الزر، يعلم أن المصعد لن يلبث أن يفتح دفتيه. لم يطل انتظاره، رأى الشاشة أعلى باب المصعد ترسم الرقم 0، لقد وصل. ثم انفتح الباب، تقدم، ولكنه اصطدم بشخص خارج من المصعد. كان يضع على وجهه قناعا كتلك الأقنعة التي يرتديها عشاق الحفلات التنكرية، كان قناعا أبيض يغطي العينين والأنف. من تحت القناع ظهرت لحية اخترقت لونها الداكن بقع من الشيب. اندفع المقنع دون أن ينطق كلمة واحدة، رآه يفتح الباب ثم يختفي في الشارع. هم مانويل باتباعه، ثم لسبب لا يعلمه قرر ركوب المصعد، ضغط على الزر، انفتحت الدفتان وابتلعتاه. في الطابق 3 3 شقق، كانت شقته مقابلة تماما لباب المصعد. خرج ومضى إلى الباب، فتحه، دخل ومضى مباشرة إلى سريره، لم ينزع ثيابه،
لعل حالة السكر التي كان عليها حالت بينه وذلك. في قرارة نفسه أن يوما آخر ظنه ممتعا قد انتهى، هو في عطلة وسينام إلى أن ينال جسمه ما يكفي من الراحة، كذلك حدث نفسه في الرمق الأخير من صحوته، ولكن الذي حدث لم يكن لينسجم مع رغبته تلك. في حدود 9 صباحا قرع جرس شقته مرة ثم مرات، كان الذي بالباب يبدي إصرارا غريبا. نهض الدكتور مانويل ديل بوسكي متثاقلا، حتى إنه ظن أن حالة مستعجلة دفعت بأحدهم ليطرق بابه، ثم تذكر أنه في عطلة، كانت خطواته قد أوصلته إلى الباب. تفطن إلى أنه شبه عار، توارى وراء الباب وأطل برأسه. الشرطة. قال الشرطي الواقف أمامه إنه يريد أن يوجه إليه بضع أسئلة. ظل يحملق فيه لبرهة، ثم استأذنه في ارتداء ملابسه. كان ما رآه كافيا لإخراجه من عالم النيام. بعد دقيقتين فتح الباب وأدخل الشرطي. كان شابا، لعله قرأ استغراب مانويل لحضور الشرطة إلى منزله فبادره بالحديث. اعتذر الشرطي، كان الأهم بالنسبة لمانويل هو ما بعد الاعتذار، ثم قال: سيد مانويل ديل بوسكي، هل لي أن أسألك متى عدت إلى شقتك أمس؟ نظر مانويل إلى الشرطي باستغراب: لماذا؟ ألا تعلم؟ ما الذي حدث؟ الليلة الماضية تعرضت الشقة الملاصقة لشقتك لاعتداء. صمت الشرطي قليلا: قتلت صاحبة الشقة السيدة بلانكا. نزل الخبر كالصاعقة على مانويل. السيدة بلانكا، بلانكا مورسيانو، جارته، كانت امرأة طيبة، كثيرا ما التقيا في المصعد أو عند الباب. كانت وهي في عقدها السابع تحب الحياة وتقبل عليها. مضى يفكر في السبب الذي يدفع إلى قتل امرأة بتلك الطيبوبة لما جاءه صوت الشرطي الشاب: سيد مانويل، نقدر إحساسك، ولكننا نريد معرفة ما إذا كنت قد سمعت حركة غير عادية أو رأيت شخصا غريبا. تذكر مانويل ذلك المقنع الذي اندفع خارجا من المصعد. اسمع سيدي، عدت إلى البيت في حدود 4 صباحا، ولما هممت بدخول المصعد فاجأني شخص يخرج منه. كان مقنعا، يضع على وجهه قناعا أبيض، كذلك الذي يضعه المشاركون في حفلات تنكرية. قلت إنك عدت في 4 فجرا؟ نعم، أظن أن الساعة كانت في حدود ذلك. ركب الشرطي الشاب رقما على لوحة هاتفه النقال، ثم أبلغ من يخاطبه بما سمعه من مانويل. أقفل الخط وطلب من مانويل أن يرافقه إلى مقر الشرطة لتدوين إفاداته في محضر رسمي. حينها أضاف معلومات من قبيل أن الرجل الذي اندفع خارجا من المصعد كان ملتحيا، وأن بلحيته بقعا بيضاء من شيب أشار إلى أنه ينزع إلى الطول. سئل مانويل عن بواب العمارة، قال إنه لما دخل لم يره، وإن أضواء غرفته كانت مطفأة. لم يخف مانويل قلقه. الذي حدث لسيدة بلانكا يعني أنه لم يعد آمنا في شقته تلك. في كل الحالات فإن ذلك لا يمكن أن يدفعه إلى التخلي عن بني قاسم التي يعشقها. يعلم مانويل أن شرطة بني قاسم تقوم بالتحريات اللازمة على أمل الوصول إلى قاتل السيدة بلانكا الذي لم يترك وراءه ما يقود إليه، في الظاهر على الأقل. كانت الفرضية الأقوى أن القاتل من معارف الضحية، وأنها ربما تكون فتحت له باب العمارة وباب شقتها. في الأيام التي تلت كان الدكتور مانويل ديل بوسكي يستنفر كل ذاكرته كلما صادف ملتحيا في الشارع أو في مقهى أو في سهرة. ثم ذات عصر بينما كان يمر في شارع كارلوس سالفادور تذكر السيدة بلانكا، كان قد التقاها قبل أيام هناك. أخبرته أنها كانت عند كارلوس الحلاق، كانت تتحدث عنه بإعجاب لافت للانتباه. رآه مانويل مرة أو مرتين، كان يبدو رجلا وسيما، وكانت لحيته السوداء التي بدأ يغزوها الشيب والمشذبة بعناية تزيده أناقة. اللحية، وكأنه تذكر شيئا،
تفجر في ذهنه سؤال: هل يكون قاتل بلانكا هو كارلوس الحلاق؟ كان يقترب من محله، كان مفتوحا. فكر مانويل في الدخول متذرعا برغبته في تصفيف شعره. بدا له الرجل مختلفا بعض الشيء عن ذاك الذي رآه من قبل، وكأن شيئا ما تغير في وجهه. وسرعان ما اكتشف أن كارلوس الذي كانت تؤثث وجهه لحية أنيقة لم يعد ملتحيا. انتظر دوره، كان وقت الانتظار فرصة إضافية لاستراق النظر إليه. كان الرجل مديد القامة يتصرف بما يبدو تلقائية، على شفتيه ابتسامة لا تفارقه أحيانا بلا سبب ظاهر. لما جاء دور مانويل وقف الحلاق كارلوس ينظر إليه، لعله كان يفكر فيما يناسب زبونه الجديد، ثم بادره بسؤال: هل هي المرة الأولى التي تزورنا فيها؟ نعم، ولكنني أعرف المحل منذ فترة، جارتي كانت زبونة لكم. من تكون؟ تنفس مانويل نفسا عميقا. فليرحمها الله السيدة بلانكا، بلانكا مورسيانو، نطق اسمها وهو ينظر في عيني الحلاق. ارتسمت على ملامحه ردة فعل لا يدري كيف يصفها، ثم تدارك الموقف، ابتلع ريقه وقال: فليرحمها الله، نعم كانت زبونة محترمة. ومتى ماتت؟ بالنسبة لمانويل فإن السؤال الذي طرحه كارلوس الحلاق يشي بأنه كان يعلم، وبأنه ربما أخفى شيئا ما. غادر مانويل محل الحلاقة، كانت شكوكه تزداد. المقنع الذي صادفه فجر ذلك اليوم الذي قتلت فيه بلانكا ربما كان كارلوس نفسه. يبدو أنه تخلص من لحيته قبل بضعة أيام فقط. في الغد مضى مانويل إلى المقر المركزي لشرطة بني كاسم أو بني قاسم. أفضى للضابط الذي استمع إليه يوم قتلت جارته بأنه يشك في أن المقنع الذي صادفه خارجا من المصعد هو كارلوس الحلاق. عدا اللحية التي حلقها حديثا، تبقى الأوصاف التي يحتفظ بها مانويل في ذاكرته تنطبق عليه تماما. كانت عطلته تشرف على نهايتها، ثم غادر إلى بلنسيا. ذات صباح خريفي بينما كان يطالع الصحف قبل التوجه إلى عيادته، استوقفه عنوان في صفحة الحوادث: بني كاسم، تم القبض على قاتل بلانكا مورسيانو. كان خبرا من بضعة أسطر يقول تمكنت الشرطة من اعتقال القاتل الذي لم يكن سوى الحلاق الذي ترددت الضحية على محله لسنوات والذي كان خليلا لها. يشير الخبر إلى أن الضحية كانت قد اكتتبت بوليصة تأمين على الحياة في اسمه بقيمة 100,000 يورو، ويبدو أنه كان مستعجلا الاستفادة منها. حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي كانت سول غارثيا وجها مألوفا في زنقة ابن زيدون في العرائش. الإسبانية التي رأت النور في هذه المدينة أواخر عشرينيات القرن العشرين ظلت مرتبطة بها، لم تغادرها بعد وفاة زوجها في العام 72-900 في حادثة سير بإسبانيا. كان لهما ولدان، رحل أحدهما إلى غرناطة من حيث تنحدر عائلتهما، وآخر استقر في كاراكاس بفنزويلا حيث يعمل طبيبا. كانت فاطمة التي خدمت أسرة غارثيا منذ منتصف الستينيات الشخص الوحيد الذي يتردد على منزل السيدة سول في زنقة ابن زيدون. وكثيرا ما شوهدت المرأتان وهما في طريقهما إلى السوق أو هما في جولة على الكورنيش في مساءات الربيع والصيف. كانت فاطمة، كذلك تناديها سول رغم أن اسمها عائشة، امرأة طلقها زوجها وترك لها رعاية طفلين. هما الآن شابان، يعمل أحدهما في النجارة بينما تعاطى آخر لتجارة السمك. كانت المرأة تسكن منزلا في عمق المدينة القديمة، ورثته عن والدها وآوت إليه برفقة ولديها لما طلقها زوجها. يلح الشابان على والدتهما في التخلي عن العمل في منزل تلك الإسبانية، ولكنها ظلت ترفض.
السنون التي أمضتها في خدمة تلك العائلة الإسبانية جعلتها ترتبط مع السيدة سول بعلاقة صداقة حقيقية. وبعد أن صارت سول غارثيا وحيدة لم يعد في البيت ما يستدعي حضورها بشكل يومي، ولكنها مع ذلك ظلت مواظبة. كانت تقضي معظم الوقت في أحاديث لا تنتهي مع سول التي كانت تحكي لها عن أيام شبابها الأولى وعن قصة الحب التي جمعتها بزوجها بيدرو. كلما أتت على ذكره تعتري نبرة كلامها رعشة. لم يكن في الحياة اليومية التي تجمع فاطمة أو عائشة بسول ما يلفت النظر، كذلك ظلت حتى قررت السيدة سول في العام 78-900 الرحيل إلى إسبانيا. كانت تقترب من 60 وقد بدأت تعاني من متاعب صحية. قالت ذات يوم لفاطمة إنها قررت الاستقرار في إسبانيا وعرضت عليها مرافقتها إلى غرناطة. كان رد فاطمة أن الأمر يتطلب تفكيرا جيدا وأن كل قرار يبقى رهينا بموافقة ولديها. في أواخر أبريل من العام 78-900 بدأت سول تستعد للانتقال إلى إسبانيا. قررت الاحتفاظ بالمنزل الذي تملكه في شارع ابن زيدون، فقد تقضي به بعض الأوقات خلال السنة، كما أن ولديها قد يستعملانه لعطلهما في المغرب. لم تكن الإسبانية امرأة ذات غنى، وكانت تعيش مما تحصل عليه من منحة تقاعد زوجها من الجيش الإسباني ومما يبعث به إليها ولداها. كان ساعي البريد الذي يعمل في الحي الذي تسكنه سول يسعد كثيرا يوم يأتي للمرأة بحوالة من الحوالات، فقد كانت تكرمه محافظة بذلك على تقليد قديم يراد به تكريم الخدمة النبيلة التي يقوم بها سعاة البريد. طرحت فاطمة موضوع الاستقرار في إسبانيا مع ولديها البشير وعبد الملك. وافق على مضض، وقد حدث البشير الذي يعمل في تجارة السمك شقيقه عبد الملك وهو نجار بأن إقامة والدتهما في إسبانيا ربما مكنتهما من البحث عن فرص للعمل أو لاكتساب تجارب جديدة. لم تخفي سول غارثيا سعادتها يوم أبلغتها فاطمة بأنها موافقة على الذهاب معها إلى غرناطة. قررت أن يكون السفر يوم 20 مايو المقبل. كان أمامهما نحو 3 أسابيع لإتمام الإعداد للرحيل. يوم 19 مايو ودعت فاطمة ولديها وأوصتهما بالاعتناء بنفسيهما وبالبيت. كان المقرر أن تبيت تلك الليلة في منزل سول غارثيا. تبادلت الحديث حول مواضيع شتى كما تعودت على ذلك، ثم آوت إلى فراشيهما. كان عليهما أن تنهض باكرا وتتوجه إلى المحطة من حيث ستركبان حافلة تحملهما إلى طنجة من حيث ستبحران إلى الجزيرة الخضراء. في حدود 4 فجرا سمع طرق بالباب. استيقظت فاطمة أولا، أنارت الغرفة حيث كانت تنام. كان الطارق يلح، ثم استيقظت سول. التقت في الصالون، كان الطرق مستمرا، لم ترد. ظلتا الواحدة بجانب الأخرى تترقبان ترهفان السمع. كان السكون يعم بعد كل نوبة طرق. من بعيد سمعتا صوت نافذة تفتح، ثم عاد السكون. اقتربت فاطمة حافية القدمين وألصقت أذنها بالباب. فاجأها سعال باغة الذي يقف في الخارج، ثم سمعتا خطواته وهو يبتعد. جلستا في الصالون وهما تتساءلان همسا عمن يكون ذاك الذي كان يلح في طرق الباب. كانت الساعة تقترب من 5 صباحا لما أيقظهما الطرق من جديد. قررت فاطمة أن ترد. تقدمت إلى الباب وسألت من؟ جاءها صوت خشن لم تسمعه من قبل. أنا أريد طعاما، أنا جائع. هناك منازل أخرى، لما جئت تطرق بابنا نحن؟ لم يأتي أي رد. ثم بعد ثوان عاد ليكرر أنه جائع وأنه لا يريد إلا طعاما ويرحل. رأت سول
أن تقدم له بعض الطعام علّه يمضي إلى حال سبيله. كانت فاطمة ترى أن الأفضل ألا يفتح الباب، ولكن صول ردت بأن الصبح قد انبلج وأن الحركة بدأت تدب في الشارع. كانتا تسمعان أصوات مارة في طريقهم إلى العمل. كان ذلك مما شجع صول على إعداد قطعة خبز وضعت بها جبنا وسلمتها لفاطمة. اقتربت من الباب، كانت تحس به ملتصقا به. أدارت المفتاح في القفل، ثم حركت المزلاج الذي أحدث صوتا، ثم فتحت الباب. لم يمهلها الذي بالخارج إذ اندفع إلى الداخل. سقطت فاطمة على الأرض بينما بادر هو إلى إغلاق الباب بسرعة. كانت سول واقفة في الصالون تنظر إليها. نهضت فاطمة وقد فاجأتها برودة الدم التي كانت تبدو على سول، ولعل الذي اقتحم المنزل لاحظ ذلك. ظل لعدة ثوان ينظر إليها مشدوها، ثم بادرتها: لماذا اقتحمت علينا البيت؟ ألم تطلب طعاما؟ وتعلم أننا ما فتحنا الباب إلا لنقدم لك الذي طلبت منا. كانت سول التي تتقن الدارجة تتكلم بنبرة تشي بأنها لم تكن مغربية. لم يرد، تقدم نحوها. قبل أن يصل استل من مكان ما من جسمه النحيل سكينا من الحجم المتوسط. لحظتها فقط نطق، قال بصوته الخشن: سأبقى هنا حتى أضمن سلامتي، ولن يصيبكما مكروه ما بقيتما هادئتين. كان الرجل الذي بوجهه لحية تعود إلى بضعة أيام يبدو في الثلاثين من العمر. كان شعره الأسود الغامق يتدلى على قفاه. جاءت فاطمة ووقفت بجانب سول. كان السندويش الذي أعدته المرأة الإسبانية على الأرض، ولكنه كان ملفوفا في كيس بلاستيكي لم يتناثر محتواه. انحنى نحوه، لم تبرح عيناه المرأتين. أخذه، دفعهما نحو الصالون واتخذ مكانا في زاوية مقابلة لهما. كان يمسك السكين بيد بينما كان يمسك السندويش بيده الأخرى وينهش منها. ثم نطق بصوته الخشن، نظر إلى فاطمة وقال لها: أريد ماء، أسرعي. دلفت المرأة إلى المطبخ، كان يتابعها حتى اختفت وراء الباب، ثم سمع صنبور يفتح. لم تتأخر، ظهرت وبيدها كأس ماء. أمسك الشاب الكأس وأفرغه في حلقه ثم تجشأ. كانت سول تراقبه بنظرات نفاذة. اقترب من كرسي يغلفه ثوب تداخلت على صفحته أشكال من زهور وأوراق. كان يمسك السكين بيده اليمنى، نظراته الحادة تثبت المرأتين مكانهما. كانتا خائفتين، ولكن سول التي عملت ممرضة قبل سنوات بعيدة بدت محتفظة ببرودة دم. كانت فاطمة تنظر إلى الرجل الشاب في صمت، ثم جلس على الكرسي. التعب باد على وجهه، بسحنته صفرة كتلك التي تعلو وجوه الذين لم يناموا وقتا كافيا. ثم بدأ يظهر عليه ارتخاء يزيد منه دفء المكان. عند الباب سمع محرك سيارة توقفت. نهض الرجل من مكانه واقترب. كانت الساعة تدنو من السادسة صباحا. رصد حديثا بين رجلين، قال أحدهما: لا أظن أنه مر من هنا، ربما ذهب إلى المرسى. حسب أنه المعني بذلك الحديث وظن أن السيارة سيارة شرطة. ثم سمع هدير المحرك يبتعد. لم يعد يأتي من الشارع سوى صوت وقع خطى عابرة. عاد ليقتعد الكرسي المغلف بثوب به أزهار وأوراق نباتات. كانت سول قد جلست في مكان مقابل له تماما، ثم رأته يتراخى. أسند ظهره ثم أطلق رجليه، ثم مال رأسه على جانبه الأيمن ونام. نظرت فاطمة إلى سول، كانت تبتسم بلؤم لم تعهده فيها. ظلت مكانها، ولما بدأ يغط نهضت وطلبت من فاطمة أن تأتيها بحبل كانت تحتفظ به. على غطيط الرجل أنزلتاه من الكرسي ومددتاه على أرضية الصالون. ربطتا رجليه
وكبلتا يديه، كانتا تخشيان أن يستيقظ. ثم من هاتف منزلها المعلق في المطبخ اتصلت سول بالشرطة. بعد أقل من نصف ساعة حضرت سيارة للأمن الوطني بها 5 أو 6 رجال. كان الرجل غارقا في نوم عميق، ولقد أسرت سول إلى الضابط الذي رأس الفرقة التي حضرت بأنها سقت السندويش بشراب منوم قوي المفعول. كان الشاب الذي يدعى عمر الرماني قد فر من حافلة لنقل سجناء ساعات من قبل حين توقفت بمدخل العرائش. كان محكوما عليه بالسجن 20 عاما بعد أن أدين بالمشاركة في جريمة قتل في تطوان، وكان ضمن مجموعة من السجناء الذين تم ترحيلهم إلى القنيطرة. أرجأت سول وفاطمة سفرهما ولم تبحر من طنجة سوى شهر بعد الذي حدث. ولد موسى المزكومي في حدود العام 40-900 في قبيلة أيت عمور على بعد نحو 30 كيلومترا من إمنتانوت. ولد موسى في عائلة أعطت تلك المنطقة العديد من الفقهاء والعلماء. لما بلغ سي موسى 25 كان حافظا للقرآن الكريم ملما بأصول الدين، كما أنه نال حظا من الأدب العربي. تم اختياره لقاء عطاء من المحاصيل الزراعية مع ضمان المأكل والمسكن كإمام للصلوات 5 في مسجد إنزغان. وإلى ذلك فإنه كان يدرس الصغار القرآن الكريم وللراغبين من الكبار أصول الدين والقواعد الفقهية. وعدا دوره كفقيه كان لسيموسا أيضا دور الطبيب المعالج، فقد كان يعرف الأعشاب والنباتات الطبية وكان يصفها لمن يأتيه من المرضى للتخفيف من الآلام أو لعلاج جروح أو تقرحات. باختصار يمكن القول إن سيموسا صار قطب الرحى في إنزغان، يقصده طالب العلم كما طالب العلاج، وفي أحيان كثيرة كان يستشار في قضايا شخصية من زواج وطلاق وميراث وغير ذلك. والواقع أن خاصية المعالج لديه كانت الأكثر استقطابا لمن يقصدونه. في الحقيقة لم يكن الأمر غريبا، فعلى مدى العصور عرف عن الفقهاء تبوؤهم المكانة الرفيعة في المجتمع. وهكذا ذات يوم من العام 73-900 قصده أحد كبار ملاك الأراضي في المنطقة طالبا مساعدته في علاج ابنته من الأرق. أبلغه أن حالتها الصحية تدهورت إلى حد ينذر بهلاكها. كان على الفقيه سيموسا أن ينتقل مع الرجل الثري إلى منزله. من النظرة الأولى أدرك الفقيه أن البنت إنما تتظاهر بالمرض وإنها ليس بها سقم، ومع ذلك فإنه حرص على القيام بالواجب كاملا. باشر جلسة العلاج بتلاوة سورة الجن وقراءة المعوذتين وما تيسر من الأدعية. وبما أنه كان قد علم من الأب أن ابنته أصيبت بالأرق منذ أن انقطعت عن المدرسة، فإن سيموسا وصف ضمن العلاج تمكين الفتاة من الكتب والسماح لها بالمطالعة. في ظرف 2 يوم تحققت المعجزة وشفيت الفتاة وتدعى عايدة مما كان بها. أيقن الأب ومعه كل أفراد الأسرة أن لسيموسا قدرة خارقة على العلاج. الفقيه سيموسا الذي لم يكن قد تزوج بعد رأى في عايدة مرشحة لتكون شريكة حياته. وبعد بضعة أسابيع بعد أن مهد للأمر بشكل جيد تقدم لخطبتها من والدها. سر والد عايدة، وهل هناك أفضل من الفقيه زوجا لابنته؟ زوجها إياه. كانت عايدة متعطشة للعلم والتحصيل، وكانت تقاليد القبيلة توقف عن الدراسة كل فتاة عندما تصير بالغة. وبقبولها الزواج من الفقيه الذي كان فضلا عن ذلك عاشقا للكتابات الأدبية، ضربت عايدة عصفورين بحجر واحد، فقد أضافت إلى كونها بنت رجل ثري لقب زوج الفقيه مع كل ما يعنيه ذلك من احترام وتوقير.
وكان والد عايدة قد أكرم صهره الفقيه بأن تولى توسعة المنزل الذي يأويه والذي كان ملاصقا للمسجد الوحيد في القرية. وجدت عايدة في منزلها منهلا للمعرفة، ففضلا عن حفظ القرآن الكريم ها هي تنهل من كتب الأدب التي توفرت لدى زوجها واكتسبت معرفة وعلما. عاما بعد زواج عايدة توفي والدها. لما اقتسم أخواتها ما تركه الهالك لم تنل نصيبها كاملا، ومع ذلك فقد نأت بنفسها أن تشكو. في رمضان من العام 67 900 وألف كان الفقيه سيموسا قد بذل مجهودا مشكورا في إقامة التراويح، وهو ما ترك صدى طيبا في النفوس. ذات صباح جاءه رجال من القرية عزموا أداء مناسك الحج، أبلغوه بأنهم قرروا أن يصحبهم إلى الديار المقدسة وبأنهم سيتكفلون بكل ما يترتب على ذلك من نفقات ومصاريف. لم يكن للفقيه سيموسا أن يرفض عرضا كهذا. استعد لرحلة الحج، وقد اختاره حجاج القبيلة ليكون رئيسهم ومرشدهم ومؤطرهم. انطلقت الرحلة إلى مكة برا. غادر وترك زوجته عايدة في بيت والدها مع أهلها، وكانت حاملا من 5 أشهر. بعد أداء مناسك الحج توجهت المجموعة إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. في المدينة المنورة التقى سيموسا بحجاج المغاربة قدموا إلى الديار المقدسة من مارسيليا بفرنسا، وقد دعوه وصحابه إلى زيارتهم حين يكونوا في طريق العودة إلى المغرب، وكذلك كان. في تلك الفترة لم يكن في الحي الذي كان يقطنه المهاجرون المغاربة في مارسيليا مسجد أو إمام، ولذلك لما حل سيموسا بالحي وجدوا فيه ضالتهم. كان الفقيه يمضي نهاره ضيفا من أسرة إلى أخرى. أعجبته تلك الأجواء، وكان يحس بالرضا لما يقدمه لهؤلاء المغاربة. مرت الأيام مسرعة، وذات يوم من شهر ديسمبر جاءته برقية من إنزغان تخبره بأن زوجته عايدة قد وضعت وأنه قد رزق بنتا. كم كانت فرحته كبيرة. في مارسيليا كان الحاج سيموسا كلما هم بالرحيل والعودة إلى المغرب يلاقي تمسكا من الجالية المغربية، كانوا يريدونه أن يبقى. استأجروا مخزنا كبيرا وحولوه إلى مسجد، كما خصصوا جانبا منه لسكن الفقيه. دار الحول واقترب عيد الأضحى. كان المسلمون يعانون من عدم القدرة على ذبح الأضاحي، وفي تلك السنة تعرفوا على فرنسي بأطراف مارسيليا من مربي الأغنام أتاح لهم ذبح الأضحيات في ضيعته، وقد تولى الفقيه سيموسا الإشراف على العملية. كان ذلك العيد منطلقا لنشاط تجاري للفقيه سيموسا الذي تمكن من الحصول على رخصة لفتح مجزرة تبيع اللحوم الحلال. حصل على المحل من أرملة جزار فرنسي، وبحصوله على تلك الرخصة صار للفقيه سيموسا حق جلب زوجته إلى فرنسا. التحقت به عايدة وابنتهما التي كانت قد أكملت سنتها الأولى. تعلمت عايدة الفرنسية وصارت ساعده الأيمن في المجزرة. بعد أشهر وبعد أن أشرف على تكوين فقيه كان قد وصل إلى مارسيليا منذ زمن قريب، تفرغ الحاج سيموسا للنشاط التجاري، كان يوفر له دخلا مهما. بعد سنتين أحس بشوق إلى أرض الأجداد، ومع حلول العطلة الصيفية كان في موكب المغاربة العائدين إلى أرض الوطن. اصطحب معه ابنته بينما بقيت زوجته عايدة في مارسيليا تتولى شؤون المجزرة. رحلة سيموسا إلى المغرب كانت محطة فارقة في حياته وحياة أسرته، فخلال تلك الرحلة فقد ابنته الوحيدة في فيضانات مأساوية شهدها منتجع أوريكا القريب من مراكش. في رحلته الأولى إلى المغرب بعد أن استقر في مارسيليا زار الفقيه سيموسا المزكومي إيمنتانوت أرض الأجداد، وزار إنزغان حيث الأصهار. كانت ترافقه ابنته ذات السنوات 3. وفي طريق العودة إلى مارسيليا عرج على منتجع أوريكا، وفي يوم غص فيه الوادي بالمصطافين هز الهدوء الذي كان يعم المكان صخب شديد.
بعد ثوان فوجئ الجميع بسيل جارف يكتسح الوادي حاملا معه الصخر من القمم. اكتسح السيل كل شيء وجرف الحجر والبشر والشجر، لم ينج منه إلا من كانوا في المرتفعات. لما هدأ الحال وكان قد جن الظلام على الوادي سارع من نجوا ومن تمكنوا من الحضور إلى المكان. كانت الأضواء الخافتة تكشف عن جثث تظهر أطراف منها من تحت الطمي. كان المشهد مأساويا. فقد الحاج سيموسى ابنته، بحث طوال الليل ولما تنفس الصبح، ولكنه لم يعثر لها على أثر. وبينما كان عائدا إلى حيث يقيم صادف صبيا في عمر ابنته التي فقدها. كانت ملابسه مبللة وكان يرتجف. أخذه الحاج سيموسى في حضنه، حمله إلى الغرفة، دثره، أطعمه، سأله عن اسمه، فهم منه أن اسمه يوسف. ولما سأله عن أمه كان يرد كتو. حاول الفقيه العثور على عائلة الصبي ولكن دون جدوى. لما التجأ إلى السلطات المحلية لم يثمر مسعاه. في نهاية الأمر عاد إلى إيمن تانوت، حيث تمكن بمساعدة أحد معارفه من أن يسجل الصبي يوسف في جواز سفره. أخذه معه إلى مارسيليا. كان وقع خبر فقدان الفتاة كالصاعقة على عايدة، ولكن إيمانها القوي ساعدها على تحمل الصدمة. وشيئا فشيئا أخذ يوسف مكان الابن في أسرة سيموسى. تولى الفقيه تلقينه القرآن الكريم واللغة العربية. ولما بلغ ربيعه الخامس التحق بالمدرسة الفرنسية. أبان عن فطنة وذكاء، وصار العام بعد العام يحتل مكانة متميزة بين زملائه في المدرسة. بعد أن حصل على شهادة البكالوريا وكان في ربيعه السابع عشر التحق يوسف بكلية الحقوق. كان طالبا مثاليا، وبعد حصوله على الإجازة في القانون الخاص قرر إعداد شهادة الدكتوراه في القانون. في الوقت ذاته التحق بمكتب أحد المحامين محاميا متدربا. بعد مرافعته الأولى في إحدى محاكم مارسيليا في ملف كان قد أعده مكتب المحامي، عينه القاضي للدفاع عن متهم في ملف سطو على أحد الأسواق الممتازة. كان المتابع في ذلك الملف يافع، اتهم بسرقة ساعات يدوية. تمكن يوسف المحامي المتدرب من أن يثبت للمحكمة بطلان المزاعم التي تتهم الفتى بالسطو، وأكد أن الأمر لا يعدو عملية نشل. فاجأ يوسف القاضي بمدى سعة اطلاعه على النصوص القانونية. كان الفتى من أبناء المهاجرين المغاربيين. منذ تلك القضية صار يوسف يعرف بمحامي أبناء مهاجري إفريقيا الشمالية ليبوغ. صار نموذجا لأبناء الضواحي الذين تمكنوا من تحقيق النجاح. منذ العام 90-900 صار بلا منازع محامي أبناء الجالية المغاربية. كان محاميا ناجحا يحسب القضاة لمرافعاته ألف حساب. بعد أن أمضى فترة التدريب فتح يوسف الأستاذ يوسف ولد الفقيه سيموسى مكتبا له في عمارة وسط مارسيليا. كان المكتب قبلة لكل المهاجرين ولأبنائهم. كان موضع ثقتهم، نجاحاته الباهرة تمنحهم الثقة والأمان. وبينما ازدهرت تجارة الحاج سيموسى في اللحوم الحلال، إذ صار مزودا رئيسيا للمسلمين في مارسيليا وفي نيس وفي إكسون بروفانس، باغته ذات يوم من العام 2000 ألم في الصدر. ولما نقل إلى المستشفى على عجل خلص الأطباء إلى ضرورة إخضاعه لعملية جراحية على القلب، وطرحت ضرورة التبرع له بالدم. بالنسبة ليوسف الولد البار فإن التبرع بالدم لوالده أقل ما يمكن أن يقدمه إليه. كان ضروريا إخضاع دمه للتحليل. كانت المفاجأة كبيرة عندما علم أن فصيلة دمه ليست من نفس فصيلة دم والده. غضب غضبا شديدا ولكنه كتم البركان الذي كان يغلي بداخله. وبما يتنافى مع أخلاقه وجه غضبه إلى أمه عايدة. شكك في إخلاصها لوالده، ولكنه أبقى على ذلك بداخله. ولما عاد إلى البيت فجر ما كان يكتمه.
اتهم أمه بخيانة والده. ظلت صامتة وفجأة انهارت وهوت على الأرض. خرج يوسف وتركها. قضى الليل بجانب والده في المستشفى. في الصباح أتت عايدة إلى المستشفى لعيادة زوجها، ولما اطمأنت على حالته الصحية التفتت بهدوء إلى يوسف، قالت له بنبرة لم يعترها أي انفعال: بالأمس سمحت لنفسك باتهامي بفعل حقير، لم تكلف نفسك عناء السؤال كما تفعل للدفاع عن زبنائك. أضافت: إذا كنت تريد الحقيقة فما عليك إلا أن تنتظر أن يخرج والدك من دائرة الخطر، أما أنا فلن أكلمك بعد الآن. خرجت عايدة وهي تمسك دموعها. في النهاية هي الآن في مواجهة لا تريد أن تبدو فيها ضعيفة. لم يتأخر يوسف في اللحاق بها، كان يريد أن يعلم. عانقها وهو يقول: أمي، ما أوده أن أثق في إخلاصك، ولكن التحاليل المخبرية التي أجريت على دمي أثبتت أن زوجك سيموسا ليس أبي. كانت الدموع تنهمر غزيرة من عيني عايدة. كانت تبكي في صمت، وفجأة تكلمت. قالت له: وإذا قيل لك أنني لست أمك الحقيقية؟ أخرجه كلام عايدة من شروده، وبمنطق المحامي المتمرس ورجل القانون سأل نفسه: وهل ذلك مستحيل؟ قال لها: أمي، لقد ربيتموني تربية حسنة، وأخشى أن يصدر مني عقوق. لقد صدمني ما عرفته، وأرجوك أن تقولي لي كل الحقيقة. بعد تفكير لم يطل أجلسته أمامها. أيقنت الآن أنه مهيأ لتلقي الحقيقة، تلك الحقيقة التي ظلت تحجبها عنه. قصت عليه قصة أوريكا، حيث عثر عليه الحاج سيموسا بعد الفيضان المدمر. أخبرته كيف أضاع الحاج ابنته التي كانت في مثل عمره. أبلغته بأنه لحظة عثر عليه لم يكن ينطق سوى ما يفيد باسمه يوسف وبلفظة كتو، التي لم يهتد أي أحد إلى معرفة كنهها. ارتاح يوسف، لقد أيقن الآن أنه لم يكن ابن زنا. شفي الحاج موسى، ولما اطمأن عليه يوسف انطلق في رحلة للبحث عن كتو، عن أصوله. استعان بمحققين خاصين وفر لهم كل المعلومات التي تخصه لما فقده أهله في أوريكا. تمكن في النهاية من الوصول إلى كتو. كانت أمه، وكان اسمها كلتوم. لما التقى بها كانت لا زالت تحتفظ بملابس تعود له. قالت إنها طوال السنين التي مرت كانت موقنة من اللقاء به من جديد. اكتشف المحققون أن المرأة تبنت طفلة في عمر يوسف عثرت عليها في أوريكا بعد الفيضان. لم يكن في حياة عبد القادر الحر ما يثير الانتباه، فالرجل الذي يقف على حافة الكهولة يعمل سائقا لإحدى شركات كراء السيارات بمدينة الرباط. ولاستقامته والثقة التي تضعها فيه إدارة الشركة، تم اختياره ليكون في خدمة زبون خليجي يلازمه ويقوده حيثما شاء ووقت ما شاء. لم تكن المدة محددة. خلال الأسبوعين الأولين تنقل مع الزبون الخليجي بين مدن شتى. كان الزبون، ولم يكن يعلم من اسمه إلا السيد سليم، رجلا مرنا لم يكن بسيء المزاج. وكان السائق عبد القادر الحر يتفانى في خدمته، وقد تلقى من إدارة الشركة تعليمات واضحة ألا يتخلى عن السيارة وألا يترك المفاتيح للزبون ولو خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الفاتح من يوليوز من العام 2000، بعد أن قضى مساء السبت ويوم الأحد رفقة عائلته، حضر السائق عبد القادر صباحا في حدود الساعة 8 إلى الفيلا التي يقيم بها الزبون الخليجي في حي الليمون. كانت السيارة كما تركها مركونة في المرآب. تفقدها، أدار المحرك حتى تكون جاهزة للانطلاق عندما يحضر الزبون. بقي داخل السيارة لفترة، ثم خرج ليدخن سيجارة.
ثم سيجارة أخرى، ولكن الزبون الخليجي الذي عادة ما يصحو باكرا تأخر في الظهور. اقترب عبد القادر من باب الفيلا، كان مفتوحا، قرع الجرس، لا مجيب، أطل من الباب فلم يلحظ حركة، كان صمت ثقيل يخيم على المكان. اتصل عبد القادر بمدير شركة كراء السيارات وأخبره بما لاحظ. أمره المدير بدخول الفيلا لاستجلاء الأمر وأن يكون حذرا، فربما أصابت الرجل وعكة صحية أو لعله في حاجة إلى مساعدة. امتثل عبد القادر للأمر، تخطى الباب. لما تقدم باتجاه البهو لاحظ وجود غرفة مفتوحة، كانت شبه مظلمة. تراءى له وجود شخص على السرير. نادى: سيد سليم، سيد سليم. لا مجيب، لا حركة. تقدم أكثر نحو الفراش. صارت الصورة أوضح الآن، كان هناك على الفراش عاريا وبجانبه امرأة عارية، كان يسبحان في بركة من الدماء. ذهل السائق لما رآه، تراجع مسرعا، اتصل بمشغله وأبلغه بالأمر. في 11 ضحى رن الهاتف في مكتب عميد الشرطة بالدائرة الثانية للأمن الوطني بالرباط. كان المتصل مدير شركة كراء السيارات يبلغ عما اكتشفه السائق عبد القادر الحر في الفيلا التي يقيم بها الزبون الخليجي في حي الليمون. بعد دقائق كان العميد في عين المكان مع بعض من مساعديه. وجد بالباب السائق عبد القادر، كان يبدو شاحبا لهول ما اكتشفه. دل العميد على الغرفة، كان هناك على الفراش، كان ميتين. بدا للعميد أنهما تعرضا لعدة طعنات بأداة حادة. أبلغ العميد وكيل الملك وباشر المعاينة الأولية. لم يكن في الغرفة ولا في باقي مرافق البيت ما يستدعي البقاء في الداخل. قام بجولة في حديقة الفيلا، اكتشف آثار عملية تسلق لسور الحديقة المطل على الشارع. قاده الأثر إلى استكشاف الجوار. من الواجهة الخارجية أيضا كانت هناك آثار تسلق الجدار، كما كانت هناك آثار عجلات سيارة كانت في المكان. في أرضية الحديقة كانت آثار أقدام. طلب تصوير الجثتين قبل رفعهما ونقلهما إلى المستودع البلدي للأموات لفحص أكثر دقة وللتشريح إن اقتضى الأمر. بعد أن تم نقل الجثتين تسنى للعميد العثور على هاتف محمول كان تحت الوسادة. كان في ذاكرته آخر رقم اتصل به. وفي ملابس الرجل الخليجي اكتشف العميد وثيقة من إحدى الوكالات البنكية في اسم سليم أحمد صالح النجدي، تفيد بأن الرجل سحب قبل 3 أيام في 28 يونيو 2002 $5,000 أمريكي. حجز العميد تلك الوثيقة وباشر تفتيش ملابس المرأة. اكتشف بها بطاقة تعريف وطنية في اسم جميلة بداري، امرأة من الرباط من مواليد العام 80-900-1000. أبلغ العميد رؤساءه بكل المعطيات التي توصل إليها. وجدت السلطات نفسها في مواجهة جريمة قتل أحد ضحاياها مواطن خليجي. لم تكن قد تبينت بعد جنسية القتيل سليم أحمد صالح النجدي، وإن كان اسم النجدي أوحى إلى بعض المحققين بأن الرجل قد يكون سعودي الجنسية. ما أن توصل والي أمن الرباط بتلك المعلومات حتى أمر بانتقال إحدى أهم الفرق الجنائية إلى عين المكان. استدعى رئيس مصلحة الشرطة القضائية إلى مكتبه أحد مساعديه الأقربين وقائد الفرقة الجنائية ونقل إليهما تعليمات والي الأمن. كان رئيس مصلحة الشرطة القضائية يبدو تحت ضغط شديد، ولذلك رأيناه يؤكد للضابط أحمد المنصوري أن الأمر يتطلب سرعة في إنجاز المهمة وأن يبلغه بكل تطور في هذه القضية دون إبطاء. أسرع الضابط ومعه 10 من أفراد فرقته إلى الفيلا الكائنة بحي الليمون. كان العميد رئيس الدائرة الثانية للشرطة في انتظارهم.
وافى رئيس الفرقة الجنائية بما تسنى له الوصول إليه: الوثيقة البنكية وبطاقة التعريف الوطنية للمرأة والهاتف المحمول، كما دله على آثار تسلق جدار الفيلا من جهتي الشارع والداخل، وآثار الأقدام في أرضية الحديقة، ثم آثار عجلات السيارة التي كانت مركونة في المكان. سلم الضابط المنصوري الوثيقة البنكية أحد مساعديه وطلب منه أن يتوجه على الفور إلى الوكالة البنكية التي صدرت عنها تلك الوثيقة وأن يحصل على كل المعلومات التي تخص الرجل، وأوكل إلى 4 من رجال الفرقة الجنائية البحث في الجوار وطرق كل أبواب المنازل والعمارات التي توجد في محيط 50 مترا حول الفيلا مسرح جريمة القتل. تولى الضابط الإشراف شخصيا على عملية رفع آثار الأقدام في الحديقة وآثار العجلات التي رصدت قرب الجدار من حيث تسلق القاتل أو القتلة. أثبتت المعاينة التي قام بها الطبيب الشرعي لجثتي الرجل الخليجي والمرأة المغربية الشابة أنهما قتلا نتيجة تعرضهما لجروح غائرة على مستوى الصدر والرقبة استعملت فيها أداة حادة. في الوقت ذاته مكن تحليل آثار الأقدام التي أخذت من أرضية الحديقة من معرفة أنها لأحذية مطاطية، وأن آثار العجلات التي رصدت بجوار سور الفيلا تعود إلى عجلات من 3 أنواع، كانت العجلتان الأماميتان من نوع واحد، بينما كانت العجلتان الخلفيتان من نوعين مختلفين. وبينما كان فريق المحققين يقوم بمهامه إن داخل الفيلا أو في محيطها، وبينما كان الضابط أحمد المنصوري ينقل إلى رؤسائه المعطيات أولا بأول، في مرآب الفيلا كان السائق عبد القادر الحر ينتظر، كان في حالة توتر شديد. لاحظ الضابط أن الرجل يدخن بشراهة، دنا منه وطلب منه أن يبلغه بكل ما يعرف. كان على عبد القادر السائق أن يخبر الضابط بكل معلومة حول الرجل الخليجي. سأله أن يحدثه عن ميوله وعن الأشخاص الذين كانوا يترددون عليه وعن كل شيء. بدا على عبد القادر الاضطراب، وفي لحظة ما بدا وكأنه خمن بأن لا علاقة له بجريمة القتل، وإذا لما لا يفضي بكل ما يعلم إلى الضابط؟ قرر الكلام، استرجع هدوءه وقال: إن الرجل سيد سليم سعودي استأجر السيارة من الشركة، وإن المدير كلفه بمرافقته وخدمته طيلة الفترة التي سيقيم فيها بالمغرب. أفضى عبد القادر للضابط بأن السعودي كان يبحث عن اللهو والملذات. قال: في رحلة الأولى معه وكنا في الطريق إلى فاس أسر إلي بأنه يرغب في النساء الجميلات، ولكنني أجبته بما أفهمه بأنني لست من طينة أولئك الوسطاء. ليلتها بات هو في فندق فخم بفاس وبت في السيارة. منذ إذ انحصرت علاقتي به في أن أقود به السيارة إلى حيث يريد. لاحظ الضابط أن الرجل يرغب في التعاون مع المحققين، ولذلك سأله عما كان يلاحظه خلال الأيام التي قضاها في خدمته. قال السائق: ما لاحظته وخصوصا في الأيام 10 الأخيرة أنه كان يقضي كل ليلة مع امرأة مختلفة، أظن أنه كان يتعامل مع وسيط لعله سائق تاكسي، كان يأتيه بالفتيات والنساء، كثيرا ما كنت أراهن وهن تغادرن الفيلا صباحا. استوقف الضابط ما قاله السائق عبد القادر الحر في شأن الوسيط الذي قد يكون سائق تاكسي صغير. في تلك الأثناء عاد المفتش الذي أوكلت إليه مهمة استكشاف هوية القتيل من خلال الوثيقة البنكية، جاء بما يفيد بأن الرجل يدعى سليم أحمد صالح النجدي، وأنه سعودي الجنسية، ومن أوصافه أن برجله اليسرى عرج. في اتصال مع الطبيب الشرعي تأكد أن الرجل السعودي كان به عرج لأن ساقه اليمنى أطول من ساقه اليسرى. مفتشو الشرطة 4 الذين أوكل إليهم رئيس الفرقة الجنائية طرق أبواب العمارات والمنازل المجاورة جاءوا بمعلومة ذات قيمة، فقد أفادت امرأة تعيش بمفردها في شقة تطل على الفيلا بأنه في صبح الاثنين
وبينما كانت تطل من الشرفة لاحظت شخصين يتسلقان سور الفيلا. كانا رجلين ملتحيين ركبا سيارة أجرة صغيرة كانت تنتظرهما ثم اختفيا. كانت تلك المعلومة ذات أهمية كبرى في كشف اللغز. صباح ذاك الاثنين الفاتح من يوليوز من العام 2000 في إحدى الفيلات بحي الليمون بالرباط، اكتشف السائق عبد القادر الحر جثة المواطن السعودي سليم أحمد صالح النجدي. كانت إلى جانبه جثة امرأة مغربية شابة، كان عاريين ويسبحان في بركة من الدماء. كان السائح السعودي زبونا لإحدى شركات كراء السيارات وضعت رهن إشارته السائق عبد القادر الحر. ذاك الصباح انتظر عبد القادر في مرآب الفيلا خروج الرجل السعودي، ولما لاحظ تأخره تقدم نحو باب الفيلا وجده مفتوحا، ولما دخل اكتشف الجثتين. بعد أن حضر رئيس الدائرة الثانية للأمن دله السائق عبد القادر على الغرفة التي اكتشف بها الجثتين. المعاينة التي قام بها العميد رئيس الدائرة الثانية مكنت من اكتشاف آثار أقدام في الحديقة وآثار تسلق سور الفيلا من الداخل ومن جهة الشارع، حيث رصدت أيضا آثار عجلات سيارة كانت مستوقفة هناك. بعد أن تم نقل الجثث إلى المستودع البلدي للأموات تم اكتشاف هاتف محمول، وفي ملابس الرجل السعودي عثر على وثيقة بنكية تؤكد أنه قبل 3 أيام سحب مبلغ 5000 دولار. في ملابس المرأة المغربية الشابة عثر على بطاقة تعريفها الوطنية، اسمها جميلة بداري، امرأة من الرباط من مواليد العام 80-900. أسندت مهمة التحقيق في هذه الجريمة إلى إحدى أهم الفرق الجنائية، فرقة يرأسها الضابط أحمد المنصوري الذي وفور تلقيه الأمر انتقل إلى الفيلا مسرح الجريمة رفقة 10 من أفراد الفرقة. هناك تسلم من رئيس الدائرة الثانية للأمن الهاتف المحمول وبطاقة التعريف الوطنية التي تعود إلى المرأة والوثيقة البنكية. وزع المهام على أفراد فريقه، كلف أحدهم باستجلاء هوية الرجل من الوكالة البنكية التي سحب منها 5000 دولار، وأوكل إلى 4 مهمة طرق أبواب المنازل المحيطة بالفيلا بحثا عما يمكن من التعجيل باكتشاف الجاني أو الجنات. أحد المفتشين أرسل إلى شركة الاتصالات سعيا وراء الكشف عن هوية صاحب الرقم الذي كان آخر من اتصل بالسعودي. تولى الضابط أحمد المنصوري الإشراف على رفع آثار الخطى في أرضية الحديقة وآثار العجلات بجوار سور الفيلا. كان السائق ينتظر في المرآب، كان متوترا يدخن بشراهة. توجه إليه الضابط المنصوري بأسئلته، علم منه أن الرجل السعودي كان مهووسا باللهو والنساء. قال السائق إنه لاحظ في 10 أيام الأخيرة أنه كان يقضي كل ليلة مع امرأة مختلفة، وإنه كثيرا ما صادفهن تغادرن الفيلا صباحا. مما قاله السائق عبد القادر الحر أنه يعتقد أن وسيطا، لعله سائق تاكسي صغير، كان يأتي بتلك النساء والفتيات إلى الزبون السعودي. في تلك الأثناء جاء الفريق الذي أوكل إليه أمر البحث عن معلومات لدى سكان الجوار المباشر للفيلا. تمكن ذلك الفريق من تسجيل شهادة امرأة تعيش بمفردها في شقة تطل على الفيلا، قالت للمفتشين إنها صباح ذلك اليوم وبينما كانت تطل من شرفة شقتها شاهدت رجلين ملتحيين يتسلقان جدار الفيلا، وما أن صار بالخارج حتى ركب سيارة أجرة صغيرة كانت مركونة هناك. كان فريق التحقيق يعمل تحت ضغط شديد، فالرؤساء يستعجلون كشف لغز جريمة القتل التي وقعت في فيلا حي الليمون. تمكن المفتش الذي كلف باستجلاء هوية صاحب آخر رقم هاتفي اتصل بالسعودي من معرفة أن ذلك الرقم يعود إلى رجل يدعى سمير الهاوي ويسكن في حي يعقوب المنصور.
انتقل فريق من المحققين إلى العنوان المشار إليه في سجلات شركة الاتصالات، غير أنه لم يكن موجودا هناك. تقرر أن يوضع الرجل تحت المراقبة. كانت التعليمات واضحة أن لا يعتقل إلا بعد تجميع أكبر قدر من المعلومات حوله. مكنت دراسة القوالب الجبسية التي أخذت لآثار الخطى في الحديقة وآثار العجلات بجوار الفيلا من التوصل إلى أن الجاني أو أحد الجناة على الأقل كان ينتعل حذاء مطاطيا، وأن عجلات السيارة تعود إلى 3 أنواع مختلفة: العجلتان الأماميتان من نوع واحد، والعجلتان الخلفيتان من نوعين مختلفين. استحضر الضابط المنصوري الشهادة التي نقلت عن المرأة والتي تفيد بأن رجلين ملتحيين غادرا الفيلا صباح الاثنين بعد أن تسلق السور، وأنهما ركبا سيارة أجرة صغيرة. تأسيسا على ذلك أمر بمراقبة سيارات الأجرة في مركز التسجيل. في اليوم نفسه تمكن المفتشون المكلفون بمراقبة سمير الهاوي من التعرف عليه. دلهم عليه حارس السيارات، وقد رأوه يركب سيارة أجرة كانت مركونة قرب منزله، ثم توجه إلى وسط المدينة. اقتفى مفتشان أثره على متن سيارة مموهة، توجه إلى مركز مراقبة التاكسيات. كان في المركز مفتش شرطة مهمته مراقبة الإطارات المطاطية لسيارات الأجرة، وما هي إلا لحظات حتى توقفت أمامه سيارة الأجرة التي يسوقها سمير الهاوي. اقترب من السيارة، كانت رسوم العجلات تتطابق تماما مع الآثار التي تم رفعها من جوار فيلا حي الليمون. كانت العجلتان الأماميتان من نوع واحد، وكانت العجلتان الخلفيتان من نوعين مختلفين. أبلغ المفتش الضابط أحمد المنصوري بما اكتشفه. كانت التعليمات أن يستدرج الهاوي إلى داخل مكتب مراقبة التاكسيات، وأن يحرص على كسب الوقت إلى أن يصل إلى المكان فريق مكلف بتتبع خطى الظنين. تمكن سمير الهاوي من مغادرة مركز المراقبة دون أن يحدث ما يثير انتباهه. توجه نحو شارع محمد الخامس، أوقف السيارة في المكان المخصص لسيارات الأجرة، ثم دخل بنك المغرب وهو يحمل في يده كيسا بلاستيكيا كان يضعه في صندوق السيارة. دخل إلى البنك وتوجه نحو شباك تحويل العملات. تبعه مفتشان، اقترب منه أحدهما بينما ظل الثاني بعيدا. ربط الاتصال بالضابط المنصوري. كانت التعليمات أن يمنع من صرف ما بحوزته من عملات، وما هي إلا لحظات حتى قبض على الرجل وجيء به وبما كان يحمل إلى عميد الشرطة رئيس مصلحة الشرطة القضائية. بعد التثبت من هويته ومن أن الهاتف الذي بحوزته يحمل الرقم الذي كان آخر من اتصل بالسعودي القتيل، بوشر استنطاق الظنين. حاول في البدء أن ينكر ويراوغ، ولكن الحجج والأدلة التي توصل إليها المحققون لم تكن تترك للرجل سمير الهاوي هامشا يذكر للتهرب. كان عليه أن يدلي باعترافاته، لم يكن أمامه من خيار آخر. في اعترافاته المفصلة قال سمير الهاوي إنه ومنذ عدة سنوات دأب على التوسط بين السياح الخليجيين ونساء وفتيات لقاء عمولات مالية هامة. قال إنه صار معروفا لدى فئات من أولئك الخليجيين، ولم يعد عمله كسائق تاكسي سوى غطاء لعمله كوسيط في البغاء. قال إنه قبل أسبوعين توصل بمكالمة هاتفية من خليجي لم يكن له سابق معرفة به، اسمه سليم، وإنه طلب منه أن يحضر له شابة في العشرين. في صباح اليوم الموالي وكما اتفق حضر لينقل الفتاة. في الطريق علم منها أن الرجل أعطاها $200. قالت إن للرجل حقيبة مملوءة بالأوراق النقدية الخضراء. ترسخ في ذهن سمير الهاوي البحث عن وسيلة
للوصول إلى تلك الحقيبة. تكررت طلبات الخليجي، وفي المرة الأخيرة يعترف سمير الهاوي طلب منه أن يحضر له امرأة متزوجة. في مذكرة سمير أرقام هاتفية شتى لنساء من كل الأعمار والأشكال. اتفق مع إحداهن، كانت جميلة ومدمنة خمر. كان يوم جمعة، أحضر المرأة إلى فيلا حي الليمون، واتفق مع الخليجي على أن يعود لينقلها في صبح اليوم التالي. غير أنه لما حضر أبلغه الخليجي بأنه اتفق مع المرأة على التمديد. طلب منه أن يحضر طعاما وخمرا، وأعطاه ما يكفي من المال لذلك. بعد أن اشترى الطعام، يقول سمير في اعترافاته، فكر أن يدس فيه منوما قويا حتى يتمكن من العودة والاستحواذ على الحقيبة. تذكر صديقا له يدعى ميلود السعيدي، كان مهرجا مدمنا على مخدر القرقوبي. دس من المخدر كميات في قنينات الخمر. غادر الفيلا عصر الأحد، كان المقرر أن يعود إليها ليلا برفقة صديقه ميلود. وقد اقترح الأخير أن يتنكر وأن يضع على وجهيهما لحيتين مستعارتين كانتا لديه. تسلل إلى الداخل عبر نافذة المرحاض، ثم فتح الباب وأدخل ميلود. كانت الساعة تقترب من الرابعة صبحا. تقدم نحو غرفة النوم، كان الرجل والمرأة يغطان في نوم عميق. بحث سمير عن الحقيبة فلم يجدها. أشار شريكه إلى أنها قد تكون تحت السرير، وبينما كان يهم برفع غطاء السرير استيقظ الخليجي. كان فملا، ومع ذلك حاول أن يثنيهما عما يقومان به، لكن ميلود ارتمى عليه بينما جاء سمير بسكين من المطبخ وأجهز عليه. في تلك الأثناء أطبق ميلود على المرأة وأجهز عليها. اكتشف الحقيبة، أخذاها وغادر الفيلا بعد أن تسلق سور الحديقة. في الخارج كانت سيارة الأجرة، سيارة سمير الهاوي. اقتيد سمير إلى منزله، حيث عثر المحققون على الحقيبة وعلى جواز سفر الخليجي. عثروا أيضا على الحذاء المطاطي الذي كان ينتعله. بقي أن يلقى القبض على ميلود السعيدي. وجدوه نائما في بيته. هناك اكتشفت بضعة أوراق من فئة $100 ولحيتان وحذاء عثر على آثاره في فيلا حي الليمون. جاءت تصريحات ميلود منسجمة مع أقوال صديقه سمير. استمعت الشرطة لزوج المرأة التي قتلت في فراش السعودي جميلة بداري. قال إنها أدمنت الخمر، وإنه كان يشك في سلوكها منذ فترة. لم تذرف عينا الرجل دمعا، لم يبدي أسا ولا حسرة، وترك للبلدية أمر دفن جثتها. منذ أكثر من 30 عاما، 3 مرات كل أسبوع، يقود أحمد الميسوري شاحنته على الطريق الوطنية التي تربط طنجة بالدار البيضاء، يحمل البضائع لحساب تجار من طنجة. وكذلك صارت له علاقات مع تجار من الدار البيضاء ومن مدن أخرى، ومع سائق شاحنات مثله من جهات مختلفة من المغرب. وقد اعتاد صاحبنا على التوقف في محطات معلومة لديه ليأخذ قسطا من الراحة أو ليتناول طعامه، وكان في أغلب الأحيان يسافر وحيدا، إلا أن يطلب منه أحدهم أن يصحبه معه إلى الرباط لقضاء مآرب له هناك. لم يكن فجر 10 مايو من العام 2012 مختلفا. خرج من منزله، عرج على مسجد الحي وأدى صلاة الصبح، ثم مضى إلى موقف السيارات حيث دأب على ركن شاحنته. ألقى بالسلام إلى العرب حارس السيارات، وهش على الكلب الذي جاء يبصبص بذنبه. صعد إلى المقصورة وجلس خلف المقود دون أن يقفل الباب. أدار المحرك ثم نزل يمسح الواقية الزجاجية من الندى الذي كساها. دوران المحرك يتسارع. بالنسبة لأحمد الميسوري ينبغي أن يكون التسخين كاملا،
اقترب من الكوخ الذي يحتبي به الحارس ودفع إليه أجر تلك الليلة. كان الحارس قد أعد براد شاي، قدم له كأسا، تسلمه شاكرا، ومن جيب معطفه أخرج علبة سجائر وقدمها للحارس. تبادلا الحديث حول حالة الجو وحول أمور أخرى، يعلمان يقينا أنها ليست ذات أهمية. الأسرار والأمور الخاصة يحتفظ بها كل واحد لنفسه. كانت الشاحنة محملة بمتلاشيات من الحديد، على أحمد الميسوري أن يفرغها في مستودع بالدار البيضاء قبل الثالثة بعد الزوال، ليتوجه بعد ذلك إلى درب عمر ليحمل طرودا لتجار في طنجة. ودع الحارس العربي، تسلق إلى مقصورة الشاحنة وانطلق. من جهاز الراديو يأتي صوت يرتل القرآن. الحركة لم تبلغ مداها بعد، يحرص على أن لا يتعدى السرعة المسموح بها. قبل أسابيع كان عليه أن يدفع غرامة بعد أن ضبط متجاوزا السرعة القانونية. لما بلغ الغابة الدبلوماسية، رأى رجلا يقف على جانب الطريق وقد وضع عند قدميه حقيبة، لوح له بيده يطلب منه التوقف. بدا له كهلا، أوحت إليه هيئته بأنه قروي من المنطقة. تجاوزه بعدة أمتار، ولما رأى الرجل ومضى إشارة الاتجاه إلى اليمين حمل حقيبته وجاء يسرع الخطى. لما توقفت الشاحنة تسلق من الجانب الأيمن، سأله أحمد أين يريد. رد الرجل بصوت به بحة أنه يريد الذهاب إلى العرائش. صمت السائق قليلا ثم أذن له بالصعود، فتح الباب وتسلق بسرعة لافتة وجلس ووضع الحقيبة على ركبتيه. انطلقت الشاحنة، عم الصمت إلا من موسيقى تأتي من جهاز الراديو. ثم سأله أحمد عن اسمه ومن أين أتى. التفت إليه الرجل الذي يعتمر طربوشا صوفيا وقال إنه من وزان ولكنه يقيم في العرائش وإن اسمه عبد الملك. انتبه أحمد الميسوري إلى ما قاله الرجل، ثم عاد يسأله كيف وصل إلى الغابة الدبلوماسية من حيث حمله. رد سريعا وكأنه كان ينتظر ذلك السؤال بأن سائق سيارة حمله من قنطرة بن ديبان على طريق الرباط وأنزله حيث كان يقف، لأنه كان متوجها إلى قرية حجر حل. بدا مستقيما كل ما قاله، ثم إن السائق بابتسامة امتزجت بكحة سأله عما يحمله في تلك الحقيبة. لا شيء، رد الرجل. أضاف أن بها ملابسه وبعض أغراضه الشخصية لا غير. ابتسم بدوره وأضاف وهو ينظر إلى أحمد، لا تخش شيئا يا سيدي. كان السائق يركز انتباهه على الطريق. لما اقترب من قنطرة واتهدرت كان ضوء الشمس قد ملأ الأفق. اجتازت الشاحنة الجسر، وعلى بعد بضع مئات من الأمتار حاجز للدرك الملكي. خفض أحمد السرعة ثم توقف عند الحاجز، أشار إليه الدركي أن يتوقف على أقصى اليمين، امتثل. كان يرى في المرآة العاكسة الدركي يقبل نحو الشاحنة بالتفاتة سريعة جهة الذي حمله، ذاك الذي قال إنه من وزان، بدا له مضطربا. طلب الدركي أوراق الشاحنة، سلمه أحمد إياها، تفحصها الدركي ثم مضى يلف حول الشاحنة يراقبها، ولما بدا له كل شيء كما ينبغي أعاد إليه الأوراق. نظر مليا إلى وجه الذي بجانبه ثم أشار إليه بمواصلة الطريق. مرة أخرى نظر أحمد جهة الرجل الذي برفقته، بدا له وكأنه تنفس الصعداء. لما بلغت سرعة الشاحنة مداها ألقى أحمد بما كان يدور في ذهنه، لاحظت أنك كنت خائفا لما استوقفنا رجال الدرك. وليخفف من وقع كلامه ذاك أطلق ضحكة أعقبتها كحة، ضحك الذي بجانبه، ولكن أحمد كان موقنا بأن ضحكته تلك كانت ضحكة ظاهرة ربما تخفي الكثير. سمع وسوسة تأتي من أعماقه تعاتبه على حمله هذا الرجل. عدا تلك الضحكة لم يرد عبد الملك على ما قاله أحمد،
عاد يسأله: ألم تكن خائفا؟ لا لا، مما تريدني أن أخاف؟ حاول أن يرسل ضحكة جديدة ولكنه لم يقوى على ذلك، وأيقن أحمد أن الرجل يخفي شيئا ما. تساءل عما إذا كان قد ورط نفسه في أمر لا يعنيه. لا زال يضع الحقيبة على ركبتيه، وفي ذلك ما يقوي شكوكه. آه لو يعرف حقا ما في داخل تلك الحقيبة، آه لو يعلم. الشاحنة تقترب من أصيلة، محركها يصدر صوتا يساير سرعتها. ما يريده أحمد الميسوري حقا أن يعرف، وبعد ذلك أن يتصرف. وحتى لا يثير انتباه الرجل، عبد المالك الذي قال إنه من وزان سأله عن الزيت وعن الزيتون. ابتسم الرجل وقال إنه لم يذهب إلى وزان منذ عدة أعوام لأن انشغالاته في العرائش كثيرة. لم يذكر شيئا عن انشغالاته تلك، ولذلك سأله أحمد عن عمله. ودرءا لكل أسئلة أخرى فيما يبدو قال إنه سمسار. صمت قليلا وأضاف: إذا أردت عقارا في العرائش أو في نواحيها فأنا على استعداد لمساعدتك. لا شكرا. تجاوزت الشاحنة دراجة نارية للدرك الملكي، ثم ثانية. عادت أعراض الاضطراب تظهر على الرجل. تجاوزت الشاحنة حاجزا للشرطة في مدخل مدينة أصيلة ووصلت طريقها. أصيلة لم تستيقظ بالكامل بعد. فاجأ الرجل أحمد إذ قال إنه ربما كان أفضل له أن ينزل في أصيلة. لا تقلق، سأبلغك إلى وجهتك في العرائش. صمت الرجل. الشاحنة تبتعد شيئا فشيئا عن أصيلة، ثم نقطة مراقبة للدرك. على السائق أن يتمهل. بدأ يخفض سرعته، سمع صوت الفرامل، وعلى بعد نحو 20 مترا من العلامة التي تشير إلى نقطة المراقبة فتح الرجل الباب، ألقى بحقيبته، ثم قفز من الشاحنة. كان ما قام به مفاجئا لأحمد. تبين له أن الرجل لم يكن نقي السريرة. حاول أحد الدركيين اللحاق به ولكنه اختفى بين الأشجار. طلب من أحمد أن يركن شاحنته على جانب الطريق. تقدم نحوه رجل الدرك، طلب منه وثائق الشاحنة، يحاول أن يحافظ على هدوئه. لما سئل عن الرجل أجاب بأنه استوقفه عند الغابة الدبلوماسية فحمله. أضاف أن كل ما عرفه عنه ما قاله له. قال إن اسمه عبد المالك وإنه يقيم في العرائش ولكنه ينحدر من وزان. من جهاز اللاسلكي جاء صوت يقول إنه ترك الحقيبة وهرب. أدرك أحمد أن المتحدث هو الدركي الذي لاحق الهارب. صار أحمد يشك الآن في إمكانية الوصول إلى الدار البيضاء في الأجل الذي حدده لنفسه. لم يكن لديه ما يضيفه إلى ما قاله آنفا. لا معرفة له بالرجل الهارب إلا ما قاله. أحس بالندم على حمله معه. يعلم أنه سيكون عليه أن يثبت أنه لا علاقة له بهذا الرجل. يدعو الله في قرارة نفسه أن ينجيه. وبينما كان رجلا الدرك يتفقدان الشاحنة، من بعيد من الجهة نفسها التي فر إليها الرجل ظهرت مجموعة من الأشخاص، يتبعهم أطفال يهرولون نحو نقطة المراقبة التابعة للدرك. ولما اقتربت المجموعة تبين أحمد سريعا وجه الهارب. أحس بارتياح فقد يتمكن من مواصلة رحلته. أمسك بالرجل وتم تصفيده. سمح لأحمد بمواصلة رحلته إلى الدار البيضاء بعد أن أقر الهارب بأنه لا علاقة له به إلا أنه حمله بعد أن استوقفه. مع ذلك كان على أحمد الميسوري أن يتقدم إلى مركز الدرك بطنجة فور عودته من الدار البيضاء. أفرغ حمولته وقد وصل متأخرا ب3 ساعات. نظف الشاحنة وحملها بالطرود الخاصة بتجار طنجة وقفل عائدا. وصل في حدود 1:30 صباحا في موقف السيارات حيث يركن شاحنته. حكى للعربي ما جرى. لم يذهب إلى منزله. بعد 3 ساعات مضى ينزل البضاعة التي جاء بها من الدار البيضاء في وجهاتها. وفي حدود 9:30 توجه إلى قيادة الدرك
وأدلى بإفادته. علم لاحقا أن الرجل الذي حمله معه من جانب الطريق عند الغابة الدبلوماسية كان يحمل في حقيبته تلك 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرة، ومبلغا ماليا يزيد على 700,000 درهم. لم يكن اسمه عبد المالك كما زعم، ولم يكن يقيم في العرائش، ولا هو ينحدر من وزان. اسمه الحقيقي بوشت الحرارني، يسكن تونات، وكان مبحوثا عنه في قضايا تهريب وترويج المخدرات. حتى أواسط 70ليات القرن الماضي كانت كل الرحلات البرية والسككية المتجهة إلى طنجة تنتهي عند مدخل الميناء. كل الوافدين على المدينة أو المغادرين يمرون من ذلك الفضاء الذي تؤثثه تلك البنايات ذات الطراز المعماري الغربي المميز. كثيرون هم الذين كان ذلك الفضاء منطلقا لهم لتحقيق أحلامهم، وكثيرون هم الذين كان الفضاء مكانا تحطمت عليه آمالهم وعادوا إلى نقطة البدء. على مدار ساعات النهار كانت تصل حافلات من وجهات مختلفة من المغرب، وتنطلق أخرى إلى وجهات أخرى. وعلى مدار الساعات كان ضجيج محركات تلك الحافلات المتهالك كثير منها يخيم على المكان، حيث رائحة الوقود المحترق تختلط مع الدخان المتصاعد من مواقد محلات تخصصت في تقديم السردين المشوي وأصناف أخرى من السمك المقلي، وعربات تخصصها النقانق والطحال وما هو في حكم ذلك. وفي ذلك الفضاء وجوه ترعرعت هناك وشبت، وأخرى أدركتها الشيخوخة، وجوه تنادي لرحلات منطلقة إلى الرباط وفاس وتطوان، وحناجر بحت مع مرور الوقت. وكان أغلب هؤلاء يعرفون بأسماء شخصية مجردة أو ألقاب تحيل على الجهة التي قدموا منها، وأخرى قد لا يبدو لها مصدر معلوم، كما كان يطوف في هذا الفضاء متسولون ومجانين ومتسكعون يعرفون من هيئاتهم. في ذلك العالم الذي يعج ويضج بالحركة كان عباس من تلك الوجوه المألوفة. كان رجلا 40ليا في أواسط 70ليات، وكان ذا سحنة تنزع إلى السمرة. قد يكون لون بشرته صار كذلك لفرط ما يمضيه من وقت يتحرك بين الحافلات، قد يكون ذاك هو السبب. حكت ألسن من العاملين في ذلك الفضاء أن عباس وصل إلى هناك قبل 25 عاما، وأنه لم يبرح المكان منذ إذن إلا ما كان من نوم في أماكن تتغير كل ليلة. ثم إنه اكترى غرفة في دار في القصبة وظلت له سكنا لسنين طويلة. بدأ عباس حياته في المحطة حمالا يعرض المساعدة على المسافرين، يحمل أمتعتهم ويضعها على أسطح الحافلات. ثم بعد سنوات استخدمته إحدى شركات النقل، وصار اسمه يسمع كثيرا بما أكسبه أهمية. ثم إنه صار مقصدا لمن استعصى عليه الحصول على تذكرة، وكانت أيام الأعياد أكثر المناسبات التي تتيح له الحصول على مداخيل إضافية. وكذلك بدأ عباس تسلق السلم صعودا. في تلك الفترة أواسط 70ليات من القرن الماضي صارت أشهر الصيف تشهد ازديادا في أعداد أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يعبرون مضيق جبل طارق وصولا إلى طنجة قبل أن يواصلوا رحلة العودة إلى أرض الوطن، إلى مدن في أقصى الشرق أو أقصى الجنوب. وكانوا يتوقفون لوجبة غداء أو عشاء في واحد من تلك المطاعم الشعبية أو لكأس شاي في مقهى. وكان كثير منهم يبحثون عن صرف مبالغ مما معهم من فرنك فرنسي أو بلجيكي أو مارك ألماني أو بسيطة إسبانية، ويرغبون في الحصول على أفضل قيمة ممكنة. وكان الصرافون العاملون في السوق السوداء يتخذون من بازارات ومحلات تجارية مختلفة أماكن يودعونها كل العملات التي يتاجرون فيها، وكانوا يتحاشون الظهور للعلن ويعتمدون في جلب الزبناء على سماسرة ينتشرون في كل فضاء المحطة وفي الجوار.
وكان الواحد منهم ما أن يرى شخصا عليه علامات المسافر إلا اقترب منه وألقى همسا حينا جهرا أخرى بكلمة واحدة: صرف. وإذا ما حدث تجاوب فإن السمسار يقتاد الزبون إلى بازار أو خلفية مقهى حيث تتم عملية الصرف. وقد دخل عباس ذلك العالم المليء بالأسرار والمحفوف بالتكتم، كما أنه استطاع أن يقيم علاقات مع كثير من أفراد الجالية المغربية في الخارج، وتمكن من كسب ثقتهم، وصار مقصدهم للحصول على تذكرة سفر بالباخرة حين يشتد الاكتظاظ أواخر يوليوز ومطلع شهر غشت من كل عام. كان عباس، ولا أحد يعلم له اسما آخر، يحصل على إكراميات هامة لقاء تلك الخدمات، بل إنه صار واجهة لوكالات أصفار تعتمد عليه في استقطاب الزبائن لقاء عمولات. وكذلك صار له منزل ثم تزوج وهو مقبل على الخمسين. كانت الثقة التي وضعها فيه بعض المهاجرين كبيرة، ومنهم من أوكل إليه البحث عن بقعة أرضية أو شراء منزل. وقد مرت التجارب الأولى بسلام، ولكن الطمع تسلل إلى نفس عباس وقاده إلى أن يسلك سبل النصب على من منحوه ثقتهم. من هؤلاء مهاجر في بلجيكا اسمه مرزوق بودار، رجل ينحدر من الريف ويقيم في بلجيكا منذ أواسط الستينيات. عرض عباس على مرزوق قطعة أرضية في مشروع تجزئة سكنية بثمن يغري، وكان مرزوق يستعد للسفر عائدا إلى مهجره، فأقنعه عباس بأن يمنحه توكيلا ليتولى إتمام الإجراءات. سلمه التوكيل ومبلغا من المال دفعة أولى على أن يبعث له بالباقي بعد أن يعود إلى بلجيكا. كانت الثقة قائمة بين الرجلين، فقد كان عباس رجلا خدوما على مدى سنوات، بل إن مرزوق اتخذه صديقا ودعاه أكثر من مرة إلى منزل عائلته، كما أنه كان يأتيه بهدايا كلما عاد إلى أرض الوطن. توصل عباس بالمبلغ المتبقى من ثمن البقعة الأرضية وقام بالإجراءات المطلوبة. وفي الصيف التالي جاء مرزوق لقضاء العطلة، وكان عباس أول من سعى للقاء به، يريد أن يطمئن إلى أن إجراءات اقتناء البقعة الأرضية قد تمت. سأل عنه في المحطة وقيل له إنه لم يأتي إليها منذ عدة أشهر، ثم إنه بحث عنه في كل المقاهي التي كان يرتادها فلم يجد له أثرا. طرق باب السكن الذي كان يقيم فيه فأبلغ بأنه قد رحل منذ أشهر. دب الشك في نفس مرزوق وقرر البحث في أمر القطعة الأرضية التي اتفق مع عباس على شرائها وكان قد عاينها رفقته. قرر أن يقصد إلى هناك، وفوجئ بأشغال حفر أسس منزل على تلك القطعة. نزل من سيارته واقترب من أحد العاملين في الورش وسأله: من الذي يبني هنا؟ بعفوية رد العامل بأن صاحب الورش رجل اسمه عباس. هناك أيقن مرزوق بأن صاحبه خان الأمانة. لعدة دقائق ظل قابعا في سيارته يفكر وقد وضع رأسه بين كفيه. قدر أن عباس سيأتي إلى الورش لتفقده، فقرر أن يترصده. لم يعد له من أمل في تملك القطعة الأرضية، وكل ما بقي لديه بصيص أمل في أن يتمكن من استعادة ما سلمه من مال لعباس. في اليوم التالي ظهرا جلس مرزوق غير بعيد عن الورش وقد أخفى سيارته. انتظر ما يزيد على ساعتين، ثم رآه يصل بسيارته التي يعرفها جيدا. رآه ينزل ويمشي باختيال إلى الورشة، اختلط بالعمال وكثرت إشاراته. نهض مرزوق من مكانه ومشى إلى سيارة عباس، وكان تركها مفتوحة. فتح الباب وجلس في المقعد الخلفي. لم ينتبه أحد ممن في الورش إلى تسلله لفرط انشغالهم. لما فرغ عباس من تفقد الورشة رآه يقبل نحو سيارته، دخل وجلس خلف المقود دون أن ينتبه إلى وجود مرزوق. أدار المحرك وانطلق. بعد أن ابتعد عن الورشة ناداه مرزوق من خلفه. نظر في المرآة العاكسة فرآه. بادره مرزوق
مفاجأة، أليس كذلك يا عباس؟ ضغط على المكبح فتوقفت السيارة فورا، فاندفع مرزوق حتى كاد ينطحه. ظل عباس صامتا فاغرا فاه. كان في ذلك ما يكفي لتبيان قوة الصدمة التي أحدثها لديه هذا الظهور المباغت لمرزوق، الذي كسر ذلك الصمت الرهيب قائلا: لقد بحثت عنك في كل مكان، ثم ها أنا أكتشفك تبني لنفسك دارا في الأرض التي دفعت ثمنها من عرق جبيني. نطق عباس أخيرا ليطلب من مرزوق أن ينزل من سيارته، وليقول إنه لا يعرفه ولا يعرف عن أي أرض يتحدث. لم يكن مرزوق يتوقع أن يبلغ عباس حد إنكار معرفته. اخترق ذهنه أن يخنقه حتى الموت، ولكنه تدارك نفسه، إن فعل فسيضيع كل شيء. فتح باب السيارة ونزل. عليه الآن أن يسلك أيسر السبل لاستعادة ما سلبه منه عباس خيانة. عاد إلى سكنه والغضب يغلي بداخله كما يغلي المرجل على النار. دخل غرفته وأقفل الباب، يعلم أن عليه أن يجمع الأدلة وما يثبت أنه دفع ثمن الأرض. كل ما توفر عليه شهادة من البنك تثبت أن عباس مخطاف، وهو الاسم الذي يوجد على بطاقة تعريفه الوطنية. سحب من حسابه البنكي مبلغ 12 مليون سنتيم، ولكنه لم يتمكن من توفير ما يثبت قيمة الدفعة الأولى، وقيمتها 3 ملايين سنتيم. تذكر التوكيل، ولكنه لم يكن محتفظا بنسخة منها. سعى إلى مصلحة التصديق على الإمضاءات، وتمكن بمساعدة موظف هناك من أن يحصل على تاريخ تسجيل التوكيل وحيث دون اسم عباس. معتمدا على ما توفر لديه، تقدم مرزوق بشكاية لدى وكيل الملك، وكذلك تم استدعاء عباس من قبل الشرطة للاستماع إليه. أنكر معرفته بمرزوق بودار أو أن يكون تلقى منه توكيلا أو مالا لشراء قطعة أرضية. تم الاستماع لعباس وأخلي سبيله، كما تم الاستماع إلى أقوال مرزوق. وبعد عدة أيام أحيلت القضية على المحكمة. لما اقتربت عطلته من نهايتها، وكل مرزوق محاميا لتمثيله ومتابعة القضية، ثم عاد إلى بلجيكا. كان عباس مخطاف معروفا لدى مصالح الأمن، ماضيه في المحطة وكل ما كان يقوم به في جلب الزبائن لصيارفة السوق السوداء ولوكالات شركات النقل البحري مما كان معروفا عنه، ولكن أمورا أخرى ظلت خافية. كان التحري حول قضيته مع مرزوق مدخلا إلى النبش في جوانب من حياته لم تكن معروفة. وكذلك تبين أن عباس لما كان يعمل في المحطة الطرقية كان يعمل سمسارا للمهاجرين الراغبين في نقل مسافرين إلى أوروبا خلال رجوعهم من عطلة الصيف. وكان عدد من هؤلاء قد أوقفوا في إسبانيا بعد ضبط كميات من المخدرات على متن سياراتهم، وأغلبها كانت مخبأة في حقائب أو منتوجات من قبيل المصنوعات التقليدية كان عباس يتولى تسليمها إليهم على أن يستلمها الموجهة إليهم فور وصولها لقاء مبالغ مالية وأحيانا بلا مقابل. كانت عمليات تتم دون أن تترك دليلاً يورط عباس أو الذين كان يعمل لحسابهم. بيّنت التحريات أيضاً أن النصب على مرزوق لم يكن أول عملية نصب يقوم بها عباس، وأنه في مرة سابقة نصب على مهاجر آخر منحه توكيلاً لكراء منزل له. على مدى سنوات لم يسلم صاحب المنزل درهماً واحداً من عائدات الإيجار. لم يكن كل هذا الماضي مما يخفف عن عباس مخطاف. بعد أن استنفذت كل مراحل التقاضي، حكم عليه في قضيته مع مرزوق بودار بالسجن، مع إلزامه بإعادة المبالغ المالية التي حصل عليها بخيانته الأمانة. كثيرة هي قصص ماسحي الأحذية، وغالبا ما تحكي لنا قصة تدرج من الفقر إلى الغنى، وصعود من قاع المجتمع إلى قممه الأعلى. في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرة هي القصص التي تتحدث عن ماسح الأحذية الذي صار سياسيا مرموقا أو واحدا من كبار الأغنياء ذوي النفوذ. في كل القصص يرد التدرج من أسفل
ماسح الأحذية الذي ينزل بهامته لينظف أحذية الآخرين إلى أعلى، إلى كل ما هو فوق مستوى انحناءة ماسح الأحذية. قصتنا تبدأ في حي كارير سنترال الشهير بالدار البيضاء. كان فيما مضى أكبر وأقدم تجمع سكني صفيحي في المغرب. في هذا الحي الذي ارتبط بمقاومة الاستعمار ولد خالد الحنبلي. كان والده عاملا في معمل تكرير السكر، بينما كانت والدته ربة بيت. كان الولد الوحيد لهذين الزوجين اللذين ينحدران من تافيلالت. كان حلم والد خالد أن يمكنه من مواصلة الدراسة حتى المستويات الأعلى، وقد تمكن الشاب من بلوغ مستوى البكالوريا، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة. كان المرض قد أقعد والده عن العمل، ومن فراش مرضه نصحه بولوج تكوين المهني علّه يظفر بحرفة. عمل بنصيحة والده والتحق بشعبة صناعة الأحذية العصرية. كانت المهنة تعرف نوعا من الازدهار بفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها الحذاء المغربي في الخارج. بعد 3 أعوام حصل خالد الحنبلي على دبلوم تقني متخصص في صناعة الأحذية، ولكنه لم يتمكن من الحصول على عمل. نحن الآن في العام 97-900 وألف. خالد يبلغ من العمر 22 عاما. توفي والده منذ عام تقريبا، ولم يعد لأسرته من معيل. لما يأس من العثور على عمل يوفر له دخلا قارا، توجه إلى حرفة لم يخطر بباله يوما أن يتعاطاها. تدبر أمره وصنع لنفسه صندوقا وضع به بضع علب من صباغة الأحذية وفرشاة. قرر أن يصير ماسح أحذية. لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لشاب نال حظا من التعليم ومن التكوين أيضا، ولكنه قرر أن يكون ماسح أحذية يختلف عن باقي ماسحي الأحذية. منذ الأيام الأولى لمس خالد أن تلك المهنة التي يعتبرها كثيرون دونية مكنته من دخل يومي يتيح له توفير بعض ما يحتاج إليه. قرر أن يكون مختلفا عن باقي ماسحي الأحذية، ولذلك كان حريصا على نظافة مظهره ولباقة حديثه. كان ينتقي عباراته بدقة وهو يخاطب زبناءه. اتخذ خالد موطنا للعمل رصيف البريد الكبير، وأحيانا كان يقف بجوار بنك المغرب. وسرعان ما تعود عليه الموظفون، ومنهم الموظفون رفيع المستوى الذين دأبوا على التوقف عنده لتلميع أحذيتهم قبل أن يلتحقوا بعملهم. مضت 7 أعوام، تحسنت أحوال صاحبنا خالد الذي اشترى دراجة نارية. ظل حريصا على أناقته، وقد تعود باعة الصحف وأيضا عمال النظافة على رؤيته وهو يصل إلى جوار البريد الكبير أو بنك المغرب. اشترى هاتفا نقالا مجهزا بآلة تصوير، وكان في أوقات الفراغ حين يكون في انتظار وصول الزبناء يزاول ما بدا هواية كانت كامنة بداخله. كان يعشق التصوير، كان يحب تصوير السيارات الفخمة، ثم صار موضوعه تصوير الأحذية، ثم صار يصور الوجوه التي تعبر من أمامه، وجوه في زحمة شارع الدار البيضاء وأخرى تأتي من أنحاء المغرب كافة. مع مرور الوقت صار لديه كم هائل من الصور الذين يعبرون من أمام البريد المركزي في الدار البيضاء أو من الرصيف المحاذي لبنك المغرب. لم يكن لهم أن ينتبهوا إلى ما كان يقوم به ماسح الأحذية. ذات مرة لاحظ توقف سيارة فارهة سوداء اللون ألمانية الصنع أمام بنك المغرب، وبما أنه يعشق إلى حد الجنون تصوير السيارات الفارهة فقد صورها. لاحظ أن رجلين أنيقي المظهر نزل من السيارة ثم وقف أمام مدخل بنك المغرب، تردد ثم في غفلة منهما صورهما. في اليوم التالي لاحظ خالد ماسح الأحذية أن السيارة السوداء عادت لتقف أمام مدخل بنك المغرب. كان شبه موقن بأنها السيارة ذاتها التي كانت متوقفة هناك أمس، ولكن الذي أثار انتباهه أنها لا تحمل الألواح المعدنية ذاتها. عاد إلى هاتفه المحمول واستخرج الصورة التي التقطها بالأمس. كانت السيارة تحمل لوحة معدنية مختلفة.
وكما حدث بالأمس فقد نزل رجلان من السيارة ووقفا بمدخل بنك المغرب بينما لم يغادر السائق كرسيه. كان خالد ماسح الأحذية يقف في مكان قريب لم يثر انتباه الرجلين، بدا لهما وكأنه يلهو بلعبة في هاتفه النقال، وما أن لمس منهما غفلة حتى صورهما. في تلك اللحظة فتح باب بنك المغرب وخرج منه رجل أصلع قصير القامة، كان يحمل حقيبة سوداء. رأى خالد الرجلين وقد أسرع إلى وضع غطاء أسود شفاف على رأسهما ووجهيهما. تقدم أحدهما نحو الرجل ورش عليه غازا من قنينة بخاخة، في لمح البصر سقط الرجل مغشيا عليه. كان خالد يتابع ما يجري وهو يصور بهاتفه النقال. استولى الرجلان على الحقيبة ثم أسرع إلى السيارة الفارهة، ركب وانطلقت السيارة مسرعة، اختفت وظل الرجل الأصلع ملقا على الرصيف. كان أحد الرجلين اللذين هاجماه قد تخلص من قناعه قبل أن يركب السيارة. أخذ خالد القناع ووضعه في كيس بلاستيكي. كانت الساعة تقترب من 11 صباحا. بدأ المرة والفضوليون يتحلقون حول الرجل الواقع أرضا. جاء أحدهم مسرعا شق لنفسه طريقا وسط المتحلقين حتى وصل إلى الرجل. بدا وقد صدم لهول ما حدث. علمت الشرطة أنه سائق شركة البناء وأنه كان يبحث عن مكان يركن فيه السيارة للالتحاق بصاحبه. لم تتأخر الشرطة في الوصول، كان ماسح الأحذية يتابع كل التطورات. علمت الشرطة أن الرجل الذي تعرض للاعتداء هو عبد العاطي الأسمر ويعمل محاسبا في إحدى شركات البناء التي أوكلت إليها وزارة التجهيز بناء سد بالمحمدية. كان الرجل قد استلم من بنك المغرب مبلغا يقارب 3 ملايين درهم هي أجور موظفي ومستخدمي الشركة. نقل الرجل في غيبوبة إلى المستشفى. تقاطر على بنك المغرب متداخلون كثيرون، مسؤولون من ولاية الدار البيضاء الكبرى والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ووالي الأمن وفريق من المصلحة الولائية للشرطة القضائية. بدأت التحريات. لم يجد الباحثون أي دليل على مسرح الجريمة، وبعد الاستماع إلى سائق الشركة العقارية توجهوا إلى موظف صندوق بنك المغرب الذي أكد أن المحاسب عبد العاطي الأسمر كان متعودا على سحب مبالغ مالية هامة من شباك بنك المغرب وأنه لم يتعرض لأي مشكلة من قبل. علم الباحثون من السائق أن السيد عبد العاطي بعد أن سحب 3 ملايين درهم كان سيسافر إلى مراكش حيث سيدفع لموظفين للشركة أجورهم. وجد الباحثون أنفسهم في مواجهة شح في المعلومات التي قد تتيح الوصول إلى الذين هاجموا عبد العاطي الأسمر واستولوا على حقيبته التي تحمل فضلا عن 3 ملايين درهم وثائق إدارية هامة للشركة التي يعمل بها. لم يكترث أي من الباحثين إلى وجود ماسح الأحذية. كان خالد ينتظر أن يسأل فيجيب بما يعلم، وبما أن أي أحد لم يقترب منه فقد لاذ بالصمت. في لحظة ما اتخذها تسلية، قال في نفسه لما لا يختبر مدى قدرة الباحثين في الوصول إلى الجنة. بعد الهجوم الذي تعرض له عبد العاطي الأسمر محاسب شركة البناء بينما كان يغادر بنك المغرب في الدار البيضاء، عاد ماسح الأحذية الشاب خالد الحنبلي إلى منزله. كان هاتفه المحمول يحتوي على صور تغطي كل مراحل ذلك الاعتداء. كان يتوقع أن يقترب منه واحد من المحققين ليسأله، ولكنهم جميعهم تجاهلوه، ولذلك قرر أن يلتزم السكوت وأن يتابع من بعيد مجريات التحقيق. في المستشفى رغم الجهد الذي قام به الأطباء لم يفق عبد العاطي الأسمر من غيبوبته. في صبح اليوم التالي للاعتداء فارق الحياة. لم يصمد لقوة الغاز المخدر الذي رشه به أولئك الذين اعتدوا عليه وسرقوا منه حقيبته التي كانت تحتوي على 3 ملايين درهم هي أجور موظفين وعمال للشركة التي كان يعمل بها.
ما قاله السائق الذي كان يرافق عبد العاطي لم يحمل ما يجعل التحقيق يتقدم. قال إنه عندما تعرض عبد العاطي للاعتداء كان يبحث عن مكان يركن فيه سيارته ليلتحق به. قال أيضا إنهما كانا سيسافران إلى مراكش لإيصال مستحقات لموظفين للشركة هناك، عدا ذلك لا شيء. لم يحصل المحققون من السائق على ما يدل أنهما هو وعبد العاطي كانا ملاحقين، أو أنه لاحظ أن شخصا أو أشخاصا يتبعان خطواتهما، لا شيء من ذلك. سئل السائق عما إذا كان هناك من كان يعلم بمهمتهما في بنك المغرب، فأجاب أن المدير وحده كان يعلم. في اليوم الموالي غطى خبر الاعتداء الذي وقع عند باب بنك المغرب بالدار البيضاء الصفحات الأولى للجرائد. وفي غياب معلومات كافية حول ظروف وملابسات الهجوم الذي تعرض له محاسب شركة البناء والذي كلفه حياته، فإن أغلب الصحف مضت إلى أن ما حدث إنما هو ناتج عن تراخي الجهات المسؤولة عن الأمن الذي نتج عنه تزايد في الأعمال الإجرامية. لم يكن الرأي العام المغربي متعودا على مثل تلك الاعتداءات، حيث يرتدي الجناة أقنعة ويستعملون غازات مخدرة. أبرزت الصحف خطورة الذي حدث، فقد قتل المحاسب، وتمكنت العصابة من الاستيلاء على 300 مليون سنتيم. وضعت التغطية الإعلامية المكثفة لذلك الاعتداء القائمين على الأمن في الدار البيضاء تحت ضغط شديد قلما تعرضوا له. شركة البناء التي كان يعمل بها عبد العاطي الأسمر سعت إلى المساهمة في البحث، وقد خصصت مكافأة مالية قيمتها مليون درهم لكل من قدم معلومات تتيح الوصول إلى المعتدين. كانت المكافأة تساوي ثلث المبلغ المالي الذي سطى عليه اللصوص. كان خالد الحنبلي ماسح الأحذية قد تأثر لوفاة المحاسب عبد العاطي، اتصل هاتفيا بإدارة الشركة وأبلغها أنه يتوفر على ما يقود إلى المجرمين، ولكنه اشترط أن يحصل على التزام رسمي مكتوب من الشركة بدفع المكافأة فور إدلائه بتلك المعلومات، كما اشترط أن يكشف ما لديه أمام الجهات المختصة. كان الموعد الصبح في الساعة 10، طرق خالد باب مكتب العميد محمد الجبوري رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. لما أذن له بالدخول شرح أسباب قدومه، قال إنه يتوفر على أدلة تؤدي إلى العصابة التي هاجمت محاسب شركة البناء في مدخل بنك المغرب، ولكنه أضاف أنه لن يقدم أيا من الأدلة التي لديه إلا بحضور محام يتولى توفير الضمانات التي تتيح له الاستفادة من المكافأة المالية التي رصدتها الشركة لمن يقدم معلومات تتيح إلقاء القبض على الجناة. كان طلبا غريبا، وبعد أن اتصل بالوكيل العام للملك الذي أكد أن ذلك لا يخالف القانون، أجرى العميد اتصالا هاتفيا مع نقابة المحامين التي عينت محاميا يمثل خالد الحملي. بعد لحظات حضر ممثل عن الشركة وبدأ خالد في سرد الوقائع أولا كما تابعها، ثم بعد ذلك مكن العميد الجبوري من هاتفه المحمول. قال له إنه يحتوي على صور تخص الاعتداء، أولاها صور تعود إلى يوم قبل الاعتداء وأخرى توثق الاعتداء بالكامل. في دقائق معدودات تم تحميل الصور إلى حاسوب في مكتب العميد. كانت الصور التي التقطها خالد عشية الاعتداء تظهر بشكل واضح وجهي الرجلين اللذين نفذا الهجوم، كما أن صورة السيارة التي استعملوها كانت واضحة. الصور التي التقطها ماسح الأحذية في اليوم التالي تبدأ بصور للرجلين وهما واقفان بالقرب من مدخل بنك المغرب، ثم تليها صور للسيارة الفارهة التي كانت مستوقفة بالقرب من المكان. لم تكن تظهر بوضوح ملامح السائق. ذهل العميد محمد الجبوري لما وثقه ماسح الأحذية. في الصور التي تلت يظهر الرجلان وهما يضعان قناعين على وجههما، ثم وهما يتقدمان نحو رجل يخرج من باب بنك المغرب وبيده حقيبة.
يقوم أحدهما برش وجه الضحية بعلبة بخاخة. في الصور الأخيرة التي استخرجت من هاتف خالد يظهر الرجلان وهما يسرعان إلى السيارة الفارهة ويركبانها. الصورة الأخيرة صورة للرجل الذي هاجمه، كان ملقى على الأرض. ما قدمه ماسح الأحذية الأنيق كان توثيقا كاملا لعملية سطو أفضت إلى مقتل رجل. كان مندوب شركة البناء يتابع مذهولا. بعد أن انتهى عرض الصور طلب المحامي من مندوب الشركة أن يقدم لخالد شيكا بمبلغ المكافأة. نظر إلى العميد الجبوري الذي ابتسم. فتح المندوب حقيبته، كان الشيك جاهزا ولا يحتاج إلا إلى إضافة اسم المستفيد. مكنت الصور التي التقطها خالد للسيارة التي استعملها الجنات في اليوم الأول من تعقب أثرهم، فقد أتاح رقم تسجيلها الوصول إلى مالكها، وكان رجل أعمال تقدم به العمر فاتخذ سائقا. كان السائق من تزعم العصابة. لم يكن خالد قد استطاع أن يلتقط له صورة واضحة. كان هو الشخص الذي ظل ينتظر الرجلين في السيارة. من خلال اعترافاته علم المحققون أن أحد الاثنين كان مهاجرا غير قانوني في إيطاليا، وهو الذي وفر قنينة الغاز المخدر. كما علموا أن الشخص الثاني الذي نفذ الهجوم سبق له أن عمل بشركة البناء، وكان يعلم مواقيت قيام المحاسب عبد العاطي الأسمر بسحب المبالغ التي تصرف كأجور للعمال. في بضعة أيام ألقي القبض على الثلاثة. ظل راسخا بذهن العميد محمد الجبوري ذلك الكم الهائل من الصور التي التقطها ماسح الأحذية بواسطة هاتفه النقال. عقد العميد مؤتمرا صحفيا لتنوير الرأي العام حول مآل التحقيق حول واحدة من الجرائم الكبرى التي عرفتها الدار البيضاء. وفي سياق العرض الذي قدمه أشار إلى الدور الحاسم الذي لعبه ماسح الأحذية خالد الحنبلي. كان الشاب جالسا في أقصى المنصة، لم يتوقع أن يمطره الصحفيون بالأسئلة أغلبها حول سر جمعه كل تلك الصور التي تمثل وجوها وأقداما من الدار البيضاء. قال خالد إن حلمه أن ينظم معرضا لكل تلك الصور. قال إنه اختار مقدما عنوانا لذلك المعرض: الدار البيضاء بعيني ماسح أحذية. كان بين الحضور صاحب قاعة للعرض. بعد أيام رن هاتف ماسح الأحذية، كان بجوار البريد الكبير. أبلغه الرجل بأنه على استعداد لاحتضان المعرض. مساء الخامس من يناير من العام 80-900 كان العالم العروسي ينتظر في محطة فاس القطار الذي سينطلق إلى طنجة. الجو بارد، الجبال المحيطة بالمدينة ارتدت معاطفها البيضاء. كان داخل جلابته الصوفية السميكة يحس بالدفء. بضع عشرات ينتظرون القطار، وجهاتهم مختلفة. ثم ظهرت في باب المحطة امرأة شابة، جلابتها الزرقاء الفاتحة تناقض الجو البارد الذي يعم المكان. وقفت قليلا، ولسبب لم يدركه العلم تقدمت نحوه تعلو وجهها ابتسامة خجولة. نظرت إليه بما قد يكفيها عن الكلام: هل تستطيع أن تشتري لي تذكرة إلى طنجة؟ وحتى لا يظنها تتسول التذكرة أخرجت من حافظة نقود ورقة من فئة 50 درهما. شد جمالها نظر العالم الشاب ذي 24 عاما. ظل ينظر إليها لعدة ثوان قبل أن يبتسم لها، أخذ 50 درهما ومضى إلى شباك التذاكر. سيسافران معا في الدرجة الثانية. كانت مع المرأة الشابة حقيبة صغيرة، وكان هو يحمل حقيبة ظهر. لما فتح الباب للمسافرين ساعدها على الصعود إلى العربة. حين لمست يده يدها وكانت المرة الأولى، أحس بتيار عجيب يكتسح جسمه. جف الريق في حلقه. لم يكن عدد المسافرين إلى طنجة كثير. في مقصورة جلس وحيدين. قال لها: ألا تحسين بالبرد؟ أجابت بحركة من رأسها، فتح حقيبته وأخرج بطانية سوداء بها خطوط بيضاء.
أرسلها. أمسكت الجميلة بها وتدثرت، ابتسمت وهي تنظر إليه بخجل، نظرتها تلك تلهبه. كان يود لو يستطيع أن يسألها عن اسمها، عن عنوانها، عن كل شيء، ولكن الريق جف في حلقه وشل حباله الصوتية. يعمل العالم العروسي في شركة للتأمين في طنجة. كان من حين إلى آخر يتوجه إلى فاس لحضور بعض الدروس والاطلاع على المستجدات. كان يتابع دراسته في السنة الثانية بكلية الآداب في ظهر المهرز، وكان يقيم مع أصدقاء له من طنجة في الحي الجامعي بعين قدوس، يحيا معهم حياة الطلبة بكل تفاصيلها. لاحظت المرأة الشابة ذات العيون الزرقاء شروده، قالت بنبرة خجولة: هل تحس بالبرد؟ فاجأته، كان شاردا. لا، نعم. دفعت إليه بشق من تلك البطانية، أمسك به وغطى ركبتيه، ولما لاحظت أن المسافة بين جسميهما لا تسمح بتغطية كاملة لركبتيه اقتربت منه. لا يصدق، دقات قلبه تتسارع. كانت الإنارة خافتة في تلك المقصورة، لعلها أحست بالتعب، غالبها النوم، وبلا مقدمات ألقت برأسها على كتفه ثم احتضنها. في لحظة ما وقف بباب المقصورة مراقب المكتب الوطني للسكك الحديدية. كان العالمي قد تعود على تلك الطرقات الجافة، أخرج من جيبه التذكرتين وقدمهما للمراقب. رفعت الجميلة رأسها، نظرت إلى الرجل ثم عادت إلى وضعها السابق. كان العالمي يحس بوجنتيه تلتهبان، كانت ملقية بكل رشاقة جسمها عليه. كانت نائمة، أيقن أنها لم تكن تتظاهر بالنوم، ثم عاد يتساءل عن السر الكامن وراء اختيارها له دون سواه، وعن إحساسها بالأمان وهي في حضنه هو الذي لم تعرفه من قبل ولا عرفها. على زجاج العربة تتكسر قطرات مطر قدر أنه غزير، ثم من مكبر الصوت المبحوح انطلق صوت يقول: محطة سيدي قاسم، يكررها مرتين، ومثلها غار دو سيدي قاسم. تدب الحركة في المقصورات وفي الممرات، يتراءى متثائبون وآخرون يتمطون بلا تحفظ. الذين دأبوا على ركوب القطار من فاس إلى طنجة في تلك الحقبة يعرفون ما الذي يعنيه التوقف في محطة سيدي قاسم، وأقله أن يطول الانتظار، وأشده قسوة على النفس والبدن أن يصل القطار القادم من الدار البيضاء غاصا بالمسافرين. كان ذلك يعني قضاء ما بقي من الرحلة أو أغلبه واقفا في ممرات العربات. حركها بلطف، فتحت عينيها وابتسمت، قال لها: وصلنا إلى سيدي قاسم، سنغير القطار. أعاد العالمي البطانية إلى حقيبته وساعدها على الهبوط من العربة. عدا أعمدة نور قليلة كان النظر سريعا ما يتيه في العتمة التي تحف ذاك المجال. قصد إلى جدار البناية التي تمثل جسم المحطة. لحظتها فقط سألها عن اسمها. نورا، قالت المرأة الشابة. اسم جميل، لم يجرؤ على سؤالها سؤالا آخر. وأنت؟ اسم العالمي. توقع أن تسأله عن مهنته فقرر أن يستبق. اسم العالمي العروسي، أنا موظف في شركة للتأمين في طنجة وأتابع الدراسة في الجامعة بفاس. أبدت إعجابها بما قال، أحس هو بأنه حقق ما يريد، أن يجعلها تقبل عليه أكثر. قالت وهي تنظر إلى أرضية الممر: لن أقول لك أكثر مما قلت، اسمي نورا ولن أضيف شيئا. ابتسمت، ظل صامتين. كان الجو في محطة سيدي قاسم أقل برودة. مر بمحاذاتهما رجل يحمل مقراجا كبيرا ألصق به موقد فحم، كان ينادي بالشاي. تلاه رجل آخر يحمل قفة بها خبز وبيض، وهذا كان ينادي بالكاسكروت، ينطقها بطاء مفخمة. اقترح العلمي على الحسناء كاسكروتا وكأس شاي، ولكنها ردت بأنها ليست جائعة. كان الرجل قد أبطأ الخطى ثم مضى لما أيقن أنها لا تريد. أحدث مكبر الصوت المعلق إلى سارية صوتا،
ثم انفجرت منه طنة صاخبة وجاء صوت يحشرج. القطار القادم من الدار البيضاء يدخل المحطة. القطار يدخل المحطة، ثم بالفرنسية Le train entre en gare. Le train entre en gare. تحرك المسافرون القاصدون إلى طنجة، استفوا على الرصيف، ثم ظهر القطار من ستار الظلام. مصباحه الوحيد يصدر خيطا من الضوء. على المكان صخب القاطرة، وكان مكبر الصوت ينطق بأشياء غير مفهومة تماما. ركب العالم ونورا العربة الأخيرة. في المقصورة التي دخلاها رجل وامرأته يشغلان كرسيا. جلس على الكرسي المقابل، همس في أذنها: أتريدين غطاء؟ لا، ليس الآن. انطلق القطار. كانت المرأة التي في الكرسي المقابل لهما قد تمددت وتوسدت ركبة زوجها، فعلت نورا مثلها. ألصق العلم ظهره بالمتكأ، عاودته الأسئلة: لما أنا دون أي شخص آخر؟ وهل اسمها نورا كما قالت؟ ثم من تكون؟ كان يحس بأن وراء المرأة الشابة سرا. أحس بالنوم يغالب جفنيه، اخترقت جسمه موجة باردة. نهض بحذر، أنزل حقيبته من الرف وأخرج تلك البطانية السوداء المخططة بالأبيض. غطى نورا وأرسل على ركبته ما فضل من ذاك الغطاء. عم المقصورة صمت يخترقه من حين لآخر غطيط المرأة النائمة على الكرسي المقابل. استكاك عجلات القطار بالسكة الحديدية لازمة للإيقاع الذي تسير به الرحلة. في حدود 5 صباحا توقف القطار بمحطة القصر الكبير. أشياء كثيرة تدور في ذهن العلم، سيناريوهات كثيرة. الحسناء التي تتوسد ركبته استهوت قلبه، ولكنه لا يعرف عنها شيئا سوى ما قالته من أنها تدعى نورا. أيقظها لما توقف القطار في أصيلة، كانت تباشير الصباح بادية. سألها إن كانت ستبقى في طنجة، ردت بأنها لم تقرر بعد. للمرة الأولى قالت إنها قد تواصل سفرها إلى بابتاسة. لما توقف القطار في محطة أصيلة سألها إن كانت ستبقى في طنجة. كانت تنظر إلى البحر من نافذة المقصورة، تحدق في المدى الأزرق الذي تعري عنه طبقة ضباب تتأهب للإقلاع. مرت على طريق الإسفلت الموازي للسكة عربة يجرها فرس. جلس الناس مع أمتعتهم على أرضية المقطورة. حوافر الفرس تعزف نغما مميزا حين تطأ صلابة الإسفلت. تحرك القطار وابتعدت العربة، ثم توارى البحر وراء هضبة. عاد العلم ليسألها: نورا. نظرت إليه: من أنت؟ ضحكت للمرة الأولى سمعها تضحك: أنا نورا. كاد يبتسم، قرأت في نظرته أنه يريد أن يعلم سرها. قلت لك إنني لن أقول شيئا، صحيح أنني وثقت بك وأنا لا أعرفك، أقر بأنك كنت إنسانا لبقا ومحترما. أعجبته شهادتها، لا يدري لما يتملكه شعور بأنه يعرفها منذ أمد بعيد. يا له من إحساس مجنون. هل ستبقين في طنجة؟ بمقدور أن أستضيفك. على نظرتها حزن مفاجئ، خيل إليه أنها ستبوح بمكنون نفسها، لكنها ركنت إلى الصمت. التف القطار حول تلة مغوغة وظهر خليج طنجة. الشاطئ البلدي خال إلا من أسراب من النوارس لا تنفك تغير أماكنها في الرمل الذهبي. تهادى القطار مقتربا من الميناء، بدت مشدوها. هل سبق لك أن جئت إلى طنجة؟ نعم، منذ زمن بعيد جئت مع والدي. أتذكر أنها كانت أيام عيد المولد النبوي الشريف. كانت الساعة تقترب من 7 صباحا لما خرج من باب المحطة. دعاها إلى فطور في مقهى بجوار المحطة الطرقية. هادير محركات الحافلات وسيارات الأجرة يمنح المكان هويته. نهض، قال لها إنه قرر أن يستضيفها في المنزل. قال لها إنه يعيش مع أمه وشقيقته، وحتى يشجعها على البقاء قال إنه مستعد لمرافقتها إلى باب تازة نهاية الأسبوع. استقل سيارة أجرة إلى حي عين الحياني.
لما فتحت شقيقته الباب فوجئت بوجود تلك المرأة الشابة مع شقيقها، لم يعودهم على اصطحاب الفتيات إلى المنزل. تداركت الفتاة الموقف وأفسحت لها الطريق، قبلتها على وجنتيها. قال العلمي: هذه شقيقتي سلوى. التفت إلى نورة: وهذه نورة، رافقتني في السفر من فاس. كانت أمه في المطبخ تعد وجبة الفطور. دخلت نورة الصالون، كانت تتبادل عبارات المجاملة مع سلوى لما دخلت والدة العلمي. قدم لها الشابة وقال لها إنها ستظل في ضيافة الأسرة حتى نهاية الأسبوع. خلال تلك الأيام الأربعة التي كانت تفصل عن نهاية الأسبوع، تمكنت نورة من الخروج رفقتهما إلى عدة أماكن. كان العلمي يحاول أن يعرف ما إذا كانت الحسناء قد باحت لشقيقته أو لأمه ولو ببعض من سرها، لم يفلح. ثم حلت عطلة نهاية الأسبوع. زوال السبت ذهب إلى محطة التاكسيات، توجه إلى تطوان ومنها إلى شفشاون. كان الوقت قد جاوز العصر حين وصل إلى باب تازة. في قمم الجبال ثلوج، وفي السفح برد قارس ذكره بالبرد الذي كان يعم فاس. لما وطئت قدماه باب تازة أيقن العلمي أنه مقبل على مخاطرة لا يعلم نهايتها. لم يعد لديه شك، لقد وقع في حبها. الآن هي التي تدله على الطريق والأماكن. كان منزل عائلتها في وسط باب تازة، وهما في الطريق توقفت، قالت له: الآن فقط سأخبرك، اسمي نورة، لم أكذب، وما لم أقله لك أنني هاربة من سجن رجل خطفني بعد أن أوهم والدي بأنه يريدني زوجة. من هو؟ شريك لقريب لوالدي في تجارة. لم يرغب العلم في النبش أكثر، استأنف السير، ثم قالت: لما تمنعت وطالبته بإتمام إجراءات الزواج ضربني ثم سجنني في منزل له خارج مدينة فاس. أغلق المنزل ولم أعد أراه، كان يبعث لي بالأكل مع أحد رجاله، لست أدري كم مرة من الوقت. رأى بعينيها دموعا، أخرج من جيبه منديلا ومسحها. قالت: إنك رجل طيب، قد تتساءل لما قصدتك يومها في محطة القطار وطلبت منك أن تشتري لي تذكرة سفر. صمتت قليلا ثم استطردت: كنت أبحث عن رجل يحميني في السفر، لما رأيتك ارتاحت نفسي إليك. قطعت حديثها وقالت له: هناك منزلنا. تقدمت، طرقت الباب، خرجت أمها. سمعها العلمي تصيح: ابنتي ابنتي. ثم ظهر بالباب رجل يرتدي فوقية بيضاء، صاح بدوره: نورة ابنتي. كانت لحظات مؤثرة، لما استعادت هدوءها التفتت إليه، قالت لوالدها: هذا سلعلمي ابن ناس، حماني طوال الطريق واستضافني في بيت عائلته. تقدم الرجل نحوه، عانقه: مرحبا بك يا سيدي، تفضل. بيت متواضع على نمط البيوت في تلك المنطقة الجبلية، الغرف تشكل حلقة حول وسط الدار. كان المساء قد أدرك باب تازة. حكت نورة لوالديها وشقيقتها الكبرى كيف هربت من السجن الذي وضعها فيه ذاك الذي أوهمهم بأنه يريد الزواج منها. كان ذلك قبل عامين، كانت غضة في ربيعها السادس عشر. قالت إن المنزل الذي سجنت فيه يقع خارج مدينة فاس، كان يتكون من طابقين وتحيط به حديقة صغيرة مصورة. تذكر يوم هربت أنه ذاك الرجل جاء سكرانا، كان يتمايل، حاول أن يرغمها على الانصياع له، دفعته بكل قوتها، سقط أرضا ولعله نام. مضت إلى تلك الغرفة، حملت حقيبتها بعد أن غيرت ملابسها، كانت المفاتيح في الباب، أخذتها، كانت ترتعش خوفا. فتحت الباب المفضي إلى الحديقة ثم أغلقته من الخارج، تخاف أن ينهض ويدركها. باب الحديقة كان مفتوحا، لما خرجت وجدت سيارة مركونة بالباب، جرت مبتعدة. لما أحست أنها قطعت مسافة وظنت أنها في مأمن منه، استوقفت سيارة أجرة وطلبت من السائق أن يقودها إلى محطة القطار. كانت أمها تصغي إليها، لما سكتت عانقتها بحرارة. قال والدها معترفا:
أنا السبب في كل الذي حدث. ظننت أنه سيكون زوجا صالحا. كانت شقيقتها الكبرى قد نهضت من مكانها ثم بدأ إعداد مائدة العشاء. قال العلمي: الآن عرفت المنزل، هل أستطيع زيارتكم رفقة والدتي؟ نظرت إليه نورا، أسعدها أن تسمع منه ذلك. قبل أن يعود إلى طنجة سأل نورا عما إذا كانت تريد متابعة من احتجزها في فاس. قالت: أشكوه إلى الله. كان المراكب التجاري البلدي السوق الكبير في الناظور يغص بالمتسوقين ذاك الأحد 19 من يوليوز من العام 2000، وفجأة ارتفع صوت يقول: ها هو ها هو، وشوهد شاب يجري نحو الباب يتبعه رجلان برأس أحدهما صلع. اختفى الثلاثة وبدأت التعليق. هو شبه إجماع على أن الشاب الذي لاحقه الرجلان لص كان يبحث عن ضحية، ولعل أحد الرجلين كان من ضحاياه فاكتشفه وصرخ ها هو ها هو. في أماكن أعمق من السوق سرى حديث عن الشاب الذي هرب ولاحقه الرجلان، وراح بعض الباعة ينسجون حوله قصصا، وقال أحدهم إنه يعرفه، إنه فلان بن فلان من دوار كذا. من المتسوقين من استهواه سماع تلك التعاليق فصار يبطئ في انتقاء ما يحتاج إليه من خضر أو فواكه، ثم محى اليوم كل ذلك الكلام. بعد يومين في أرض خلاء يمر بها شارع الساقية الحمراء اكتشف بعض المارة في الصباح الباكر جثة رجل شاب لفت في كيسين بلاستيكيين يعودان لمنتوج شركة متخصصة في علف الدواجن. قال الذي أبلغ عن ذلك الاكتشاف الرهيب إنه كان مارا بشارع الساقية الحمراء في حدود 6 صباحا من يوم الثلاثاء 21 من يوليوز، فاسترعى انتباهه ذلك الشيء الذي لف في الكيسين البلاستيكيين. دفعه فضوله إلى أن يقترب ليتبين حقيقته، وما أن صار على بعد بضع خطوات منها حتى تبين له أنها جثة. قال إن رائحة كريهة كانت تصدر منها. اكتشفت الشرطة جثة رجل شاب بدأ ينالها التحلل، كانت ملامحه واضحة. حملت الجثة إلى المستودع البلدي للأموات. رجح تقرير الطبيب الشرعي أن يكون الرجل الذي لا يتجاوز 25 قضى من جراء عملية خنق، ولعله شنق حتى الموت. رفعت بصمات الجثة التي نطقت بهوية صاحبها، اسمه زكريا بعويشة من مواليد العام 86-900 بمدينة مكناس. لم يكن الشاب نكرا، فقد سبق لمصالح الأمن أن أمسكت به في قضايا تتعلق بالنشل والسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض، وحكم عليه بالسجن ما لا يقل عن مرتين ولمدد متفاوتة. شاع في السوق أن بعويشة قتل، قيل استراح وأراح، وقيل نال الجزاء الذي ظل يسعى إليه. لم يأسف أحد على موته. ما ذكر من ماضيه لم يحد عن استحضار أعمال نشل كانت ضحاياها نساء، أو عملية سرقة تحت تهديد السلاح، وأخرى بإدخال الأصابع في جيوب المعاطف. لا شيء ذكر من ماضيه إلا السرقة. فهل يكون قتل لأنه سرق؟ هل تمت تصفيته بتلك الطريقة الرهيبة لأنه سرق؟ لم ينطق بشيء كيسا البلاستيك اللذين لفت فيهما جثته بعناية كما تلف المومياءات في أثوابها. يبدو أن من قام بذلك احتاط كثيرا، فلا بصمة ولا أي دليل يقود إلى من قتل ولف الجثة في الكيسين وألقى بها في المكان الذي اكتشفت به. بعض من الباعة والمتسوقين الذين كانوا في السوق يوم الأحد ربطوا اكتشاف جثة بعويشة بملاحقته من قبل الرجلين. شككت أصوات في أن يكون الذي هرب هو زكريا بعويشة. تناهت القصة ببعض من تفصيل إلى مصالح الأمن، وجاءت الشهادات التي تم الحصول عليها من عدد من التجار تؤكد أن بعويشة الذي كانوا يتقون شره بإغماض العين كان في السوق صباح الأحد 19 من يوليوز، وأنه شبه مؤكد أنه من لاحقه رجلان بعد أن سمع أحدهما يشير إلى جهته ويقول ها هو. لم يكن أحد ممن التقاهما الباحثون يعرف من يكن الرجلان،
قيل إن أحدهما برأسه صلع، وقيل إنهما قد يكونا من المقيمين في الخارج. كل ما قيل لم يكن يضمن للتحقيق تقدما. تكون لدى الباحثين انطباع بأن كثيرا من الناس بالكاد يتحاشون التعبير عن فرحتهم بتصفية من كان يوصف بأنه من أخطر اللصوص، بعض ممن تقدم بهم العمر وتحيل أفكارهم على زمن ولا لا يترددون في استغراب هذا الحرص على الوصول إلى من قتل شخصا معروفا بأنه من اللصوص عانى الناس لفترة من اعتداءاته. خلال الأيام التي تلت لم تسجل عمليات سرقة تذكر. بدا النشالون الذين لا تخفى وجوههم عن مصالح الأمن وقد استخلصوا من جثة بعويشة عبرة ودرسا، قد يكون الأمر كذلك. بعد أسبوع في يوم أحد في باب السوق الكبير تعرض رجل مسن للسرقة. قال لرجلي شرطة كان غير بعيد إن اثنين أحاط به وطلب منه أن يسلمهما حافظة أوراقه، ولما امتنع وحاول الدفاع عن نفسه أخرج أحد اللصين سكينا من الحجم المتوسط ومضى به إلى حنجرة الرجل المسن الذي لم يجد بدا من الاستسلام وتسليمهم حافظة أوراقه. أخذاها واختفيا يمشيان بهدوء، وبينما هو يدلي بما تعرض له وقف بين الجموع شابان. قال الشيخ وهو ينظر إليهما: ها هما. ظل مكانهما لم يتحركا. تقدم أحد رجلي الشرطة نحو أحدهما وأمسك به. قال للرجل المسن: هل هو هذا من سرق حافظة أوراقك؟ نعم، كان معه آخر. التفت الشرطي إلى الجهة التي أشار إليها الشيخ، كان الآخر قد اختفى. في المفوضية أخضع ذاك الشاب إلى تفتيش دقيق، لم يكن معه شيء مما يعود إلى الرجل فأخلي سبيله. غادر الشيخ مقر مركز الشرطة ناقما. بعد أيام في مقهى بشارع الفارابي سمع الشيخ الذي ينادونه بالعام محندم قران يحكي عن تعرضه للسرقة في باب السوق الكبير. كان يروي بتفصيل وبعبارات ريفية فيها الكثير من الوصف الدقيق كيف اعترض طريقه وكيف هدده أحدهما بسكين وأجبره على تسليم حافظة أوراقه، كان فيها نحو 600 درهم. قال أحد الذين كانوا يجلسون بجانبه إن مثل هؤلاء يستحقون الموت. وافقه الرأي العام حند. نطق أحد الجلوس وكان من المغاربة المقيمين في الخارج وقال: كان هناك في السوق الكبير لص معروف كان يستهدف النساء خاصة والمسنين. استهوى كلامه سمع العم حندم قران. قال الرجل إن ذلك اللص اعترض قبل أيام سبيل امرأتين جاءتا من ألمانيا وهددهما بسكين كبيرة كان يخفيها تحت ملابسه، ولما امتنعت إحداهما عن تسليمه حقيبتها اليدوية أمسك بها وأصابها بجرح غائر في يدها ثم استولى على حقيبتها اليدوية وهرب. قال الرجل بعد أن رشف من كأس شاي وضع أمامه: عادت المرأتان إلى البيت في حالة يرثى لها، خرج معهما زوج إحداهما وشقيق له، حملا تلك التي أصيبت في يدها إلى مصحة خاصة، وبينما هما في الطريق بدت تلك التي لم تصب وقد رأت الذي اعتدى عليها. قال أحدهما: أظن أنه اللص المعروف ببعويشة. لم يضف كلاما آخر. كان العم حندم قران يزداد اهتماما بما يحكيه الرجل الذي نظر من حوله وخفض صوته قليلا ثم قال: بعد بضعة أيام أمسك به، شنقاه كما يشنق اللصوص ثم ألقوا بجثته. قالها وعاد إلى كأس الشاي يرشف منه. أحس العم حند بارتياح. قال وقد ظن أنه ينطق حكمة: يجب قتل الأفعى. تناهى شيء من تلك الحكاية إلى مصالح الأمن، وقد ظن من تولى البحث في قضية مقتل بعويشة أنها قد تحمل ما قد يضيء الغموض الذي بقي مهيمنا على تلك القضية. في اليوم التالي طرق باب الرجل الذي أمتع بحكايته العام حندم قران. كان يسكن في حي ولاد ميمون. قال بوشتة هو اسمه إنه سمع بتلك القصة من ابن جار له يقيم في هولندا، وكان هو نفسه قد سمعها من صديق له يقيم في ألمانيا، إحدى الضحيتين زوجته. علم الباحثون أن والدي هذا الشخص يقيمان في حي الكندي.
من والده الذي استقر في الناظور بعد أن حصل على التقاعد في ألمانيا، علم الباحثون أن الرجل الذي تحدث عنه بوشتا واسمه خالد أومنصور يقيم في ألمانيا مع زوجته. أكد الرجل تعرض زوجة ابنه لاعتداء، ولكنه نفى أن يكون لولديه يد في مقتل بوعويشة. لم يكن ممكناً المضي أبعد بالتحريات. يتعين انتظار قدوم خالد أومنصور ليدلي بأقواله في شمق بوعويشة حتى الموت. كانت الصورة التي اكتشفت للرجل في قاعدة البيانات صورة شاب غزا الصلع أم رأسه مبكراً. بعد عام كامل استوقف خالد أومنصور في مطار العروي واكتشف أنه مبحوث عنه، وقد نفى الرجل جملة وتفصيلا ما نسب إليه. وكل له والده محاميا ارتكز في دفاعه على انعدام دليل يثبت أن موكله أمسك بذلك الشخص المعروف بتعاطيه للسرقة تحت تهديد سلاح، وأن يكون تورط في جريمة القتل. أسبوعا بعد خالد أومنصور أمسك بشقيقه علي الذي نفى بدوره أن يكون اعتدى على المدعو بوعويشة. لم يتم تقديم أي دليل مادي يثبت ما يظن أنهما اقترفاه. قضت المحكمة بحفظ القضية. أواخر تسعينيات القرن الماضي في حدود العام 98-900 و1000 استقر عابد الجراح في حي جلولوصيف في سور الغزلان. وقتها كانت الجزائر تهم بالخروج من عشريتها السوداء. الناس حذرون، لا تعوزهم المبررات. كثيرون هم الذين قتلوا، وكثيرون هم الذين اختفوا، وليسوا أقل كثرة أولئك الذين اختاروا طريق الجماعات المسلحة. ومع ذلك استطاع عابد أن يقنع الناس في حي جلولوصيف الفضوليين من بينهم بأنه ينحدر من سور الغزلان، وأن والديه رحل عن حي جلولوصيف لما كان في الرابعة من عمره. والده الذي لا ينكر الناس معرفته كان يعمل حارسا في مدرسة الحي، وانتقل في العام 78-900 و1000 للعمل في البويرة. اكترى عابد الجراح الشاب ذو 24 ربيعا مرآبا في منزل يشرف على الشارع الرئيس في الحي، وجعله محل حلاقة. وضع فوق الباب لوحة كتب عليها حلاقة سور الغزلان العصرية. وقتها فقط اكتشف بعضهم أن عابد كان يمتهن الحلاقة، وقد أثبت مهارته في رؤوس زبائنه الأولين الذين دخلوا محله عن طريق الصدفة أو قصد اختبار مهارته في الحلاقة. يحرص الشاب على أن يبدو أنيقا. حليق الذقن ينتقي من الملابس الأكثر جذبا للشباب. خلال أسابيع قليلة بدأ محل عابد يجلب الزبناء من أحياء أخرى من سور الغزلان. كانت أوقات الانتظار مساحات زمنية للثرثرة كما يحدث في أغلب محلات الحلاقة. وكذلك أذيعت أسرار وعرفت أخبار، وسار حديث عن الذين اختفوا من أهل المدينة وعن الذين التحقوا بمقاتلي الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وحين يخلو المحل من أولئك الذين يصنفون غرباء تساق روايات عن قتل حدث في الأخضرية وخطف في البويرة وعن أشياء كثيرة. في وقت وجيز استطاع هذا الشاب العائد إلى سور الغزلان أن يتحول إلى محور من محاور الحياة في حي جلولوصيف. كانت ضربات مقصه تحدث إيقاعا يسمع على بعد عدة أمتار من المحل. تبدأ صباحات حلاقة سور الغزلان العصرية بقرآن مرتل، وبعد الضحى هي موسيقى جزائرية شعبية تأتي من الراديو كاسيت ذي الواجهة السوداء. المساء لأغاني أم كلثوم ووردة. لما توطدت علاقات عابد الجراح مع صاحب المنزل استأجر منه الطابق الأول حيث كان يسكن ضابط شرطة انتقل للعمل في غليزان، وكذلك صار يمضي أوقاتا أطول في محله. ثم من حين لآخر كان يستضيف رجالا يأتون من خارج سور الغزلان. لم يكن في الأمر ما يلفت الانتباه، وإن كان البعض يتساءل عن السر في كون ذاك الشاب الوسيم لم يتزوج وقد أنهى الآن العام 25 من عمره. آخرون أكثر فضولا لاحظوا أنه منذ أن استقر في حي جلولوصيف
لم يغادره إلا مرات معدودات حين كان يمضي إلى السوق المركزي لشراء ما يحتاج إليه من أدوات الحلاقة. كانوا يتساءلون باستغراب عن السر وراء قدرة هذا الشاب على لزوم سور الغزلان، بينما الذين هم في مثل سنه لا زال يراودهم ويوقع بهم البحث عن المغامرة وعن الملذات. صحيح أن تلك العشرية بما واكبها من رعب كانت تثني الناس عن الحركة. ذكريات الحواجز الأمنية الزائفة قريبة، وممارسات الجماعات المسلحة لم تختفي بالكامل بعد. ومع ذلك فإن حالة حلاق حيجل اللصيف تبعث على التساؤل وعلى الشك والريبة. عدا ذلك لم يكن في سلوك عابد ما يجعله متهما في أعين الناس. ذات صباح من أكتوبر من العام 2000، كان قد مر عامان على استقرار عابد في سور الغزلان، جاءه رجل لم يسبق له أن رآه، لعله زبون جديد ولعله عابر سبيل تذكر أن عليه أن يعتني بشعره. كان رجلا خمسينيا قوي البنية، تميل قامته إلى القصر وفي وجهه شاربان كثان يبدو أنه دأب على صباغتهما إذ لم يكن بهما أثر من شيب. جلس الرجل ينتظر دوره إذ كان مقص عابد يحتفي بشعر زبون شاب. كان العرق يضفي على جبهته لمعانا. أخذ مجلة قديمة تشهد أوراقها التي نزعت إلى الإصفرار بزواياها التي انثنت أنها خرجت من المطبعة منذ زمن بعيد، في صمت تصفحها. ولما فرغ عابد من رأس الزبون الشاب وما أن انصرف بعد أن دفع، نهض الرجل القصير من مكانه وتقدم نحو الكرسي ذي الرجل الأسطوانية البيضاء. ما أن استوى عليه وبينما جاء عابد بوزرة من مشجب من زاوية المحل، بادره الزبون الغريب: أنت عابد أليس كذلك؟ نظر إليه وعجل بالرد: نعم أنا عابد، هل من خدمة؟ أريد أن أقصر شعري وأن أحلق ذقني وأشذب الشاربين. النبرة التي كان يتكلم بها ذو الشاربين الكثين تشي بأن وراءه شيئا ما، خبرا ما أو سرا يحمله. في نهاية الأمر تلك ظنون لا ينبغي له أن ينساق معها. بدأ المقص يعزف ذاك الإيقاع المميز بينما بدا الزبون وقد دخل حالة من الاسترخاء. كان عابد ينتظر منه أن ينطق بما وراءه، هو يعلم أنه لن يتأخر في ذلك. لما فرغ من قص شعره وبينما كان يعد الموسى ليحلق ذقنه، عاوده بالسؤال: أنت عابد ولد رمضان أليس كذلك؟ فليرحمه الله، نعم أنا ولده. رمضان الجراح؟ نعم رمضان الجراح. لم أعلم بوفاته، متى حدث ذلك؟ منذ 7 سنوات. صمت الزبون بينما جاء عابد بفرشاة بها رغوة ناصعة البياض وسارع إلى نشرها على ذقن وخدي الرجل القصير الذي عاودته حالة الاسترخاء. ثم لما اطمأن إلى أن وجه زبونه قد لان أديمه جاء بالموسى وراح يحلق. لم يتردد حين بلغ أعلى الذقن أن يمسكه من أنفه وقد كان يسايره. خيم الصمت وبدأ عابد يشتغل على الشاربين الكثين. كان عليه حتى لا يغضب هذا الزبون الطارئ أن يحسب جيدا ضربات المقص. ظل الزبون ذو الجبهة التي تلمع عرقا ساكتا حتى انتهى عابد، إذ ذاك نطق: عافاك الله حلاق ماهر. شكرا سيدي، اسمي بولعجول. شكرا سيدي بولعجول، وهل كنت تعرف والدي؟ نعم كان حارسا في المدرسة أليس كذلك؟ هو كذلك. في تلك الأثناء دخل المحل رجلان، أغلق أحدهما الباب بينما أخرج الآخر أصفاضا وضعها بلا مقدمات في معصم عابد. ثم تغير خطاب ذاك الذي ينزع إلى القصر، يبدو الآن أكثر أناقة بعد أن مشط عابد شعره وشذب شاربيه وحلق ذقنه. كانت بخطوط وجهه قساوة وصرامة. تقدم نحوه وقال بنبرة فيها هدوء مريب: لن ندع لك مجالا إضافيا للكذب، نحن نعرف من تكون، وحتى نمكنك من اختصار الطريق
فقد اعترف أحد رفاقك هناك في البويرة بكل شيء. علمنا منه أنك منذ 4 سنوات انتحلت شخصية عابد ابن رمضان الجراح، ذاك الشاب الذي قتلته مع آخرين عند حاجز أمني زائف أقامته عصابتك في أطراف البويرة. لست أدري عمن تتحدثون ومن أنتم. نتحدث عما سمعت، نحن من الأمن ولدينا كل تلك التقارير التي كنت تبعث بها إلى ذاك الذي تسمونه أميركم. بالمناسبة فقد تمكننا من تصفيته قبل أن نأتي إلى سور الغزلان. اقتيد عابد بعد أن وضع على رأسه غطاء أسود، ولما بلغوا الوجهة التي كانوا يقصدونها والتي لم يستطع أن يحددها أدخل مكتبا به كرسي واحد وقد تدلى من سقفه مصباح لا غطاء له وبدأ الاستنطاق. ظل متماسكا ينفي ما ينسب إليه حتى أدخل عليه رجل يبدو في مستهل الستينات، سمعه يقول للمحققين إنه هو. كان الرجل هو رمضان أبو عابد الجراح. لم يكن الذي أمامه مقيدا على ذلك الكرسي اليتيم وسط الغرفة سوى عياش بوقدرة ابن الجيران الذي التحى واختفى في أواسط التسعينيات. كان ظهوره الأول في ذلك الحاجز الزائف الذي قتل فيه عابد الذي لعب معه الكرة في الحي وكان زميله في المدرسة. قال الناجون من ذاك الحاجز الزائف إن عياش هو الذي ذبحه.